She was born in old man's land, far across the sea, the home of hairless monkeys, scratching off the fleas. I do not doubt a word of it, cause what she said is true. I've been around that girl so much that I turned monkey too. الضحك يا مودي، الضحك جميل، مفيش اجمل من الضحك. الضحك حتى بيبعث على الراحه النفسيه، والضحك بيخلي الانسان يفرح. وطبعا في مشهد رائع جدا للدكتور يحيى الفخراني الفنان العظيم في فيلم الكيف، لما كان مشهد كوميدي رائع جدا، لما كان قاعد وفجاه قاعد يضحك في العزب بتاعه، حاجة جميلة جدا. يعني الراجل لغاية دلوقتي أنا اتفرجت على فيلم الكيف مثلا فوق 10,000 مرة، بجد 10,000، كل ما اتفرج على المشهد أضحك، أضحك جدا من قلبي. الضحك جميل، بس خلي بالكوا بقى، هتضحك قدام حد لو سنانك حلوة هيبقى الضحك مفرح ليك وليه، لو سنانك مش حلوة وبايظة خالص أنت هتبقى مكسوف تضحك، هتلاقي نفسك حطيت إيدك على بقك على طول وفكرت منه مرة عشان ما تضحكش قوي. يتخيل بقى انت نفسك تضحك من قلبك قوي وماسك نفسك، تخيل دي احساس وحش جدا جدا جدا. انت عايزه تضحكي مع خطيبك او مع الانسان اللي بتحبيه او مع الانسان اللي بتحبها، خطيبتك ولا حاجه، وخايف تشوف سنانك، فعمال بقى وانت بتتكلم هتشوفها على فكره، مش هتروح في حته يعني. ومش بس كده، مش بس الشكل المضمون بقى كمان، انا هقول لكم على حاجه كنت متردد ان انا اكلمكم فيها، بس كلمتكم فيها مره قبل كده، في ارتباط وثيق وموجود في الكتب الطبيه، موجود في كل الكتب الطبيه حتى في الاندر جراديويت، موجود العلاقه ما بين ميكروبات القلب اللي بتعمل حاجه اسمها سب اكيوت انفكتيف اندوكاردايتس او اكيوت انفكتيف اندوكاردايتس. سيبك من الاكيوت، خلينا في السب اكيوت. اتشال كلمه سب اكيوت بقت اسمها بكتيريال اندوكاردايتس، حتى اتشالت بكتيريال دي من الطب خلاص وبقت اسمها انفكتيف اندوكاردايتس. انفكتيف لخبطتنا، بقت اندوكاردايتس، اندوكاردايتس لخبطتنا. المهم مش عايز ادخلكم في حاجات طبيه شديده، لكن في علاقه وثيقه جدا بين الالتهابات المزمنه للثه وامراضها واسماء وامراض الاسنان البكتيريه وامراض الشريان التكي. يا خبر ابيض، ازاي البكتيريا الموجوده في الفم بتعدي، وخصوصا لو بدات تبقى ملتهبه وتبقى بكتيريا، مش بكتيريا بقى طبيعيه، بكتيريا غير طبيعيه، اثناء ما بتبلع واثناء فتره النوم بالذات ممكن تصل الى الدوره الدمويه لما يكون في حاله نشاط شديد. واساسا لما بيكون في الاوعيه الدمويه داخل الشريان التاجي في دهون مترسبه، الدهون ديت سهل جدا انها تبقى اتراكتيف للبكتيريميا، البكتيريا اللي ماشيه في الدم، فتبدا البكتيريا تيجي على هذه الترسبات داخل الشريان التاجي وتترسب فتقفل الشريان التاجي، فيحصل جلطه في القلب اثناء النوم نتيجه البدايه بكتيريا موجوده في فمك لانك ما رحتش لدكتور اسنان. انهار ابيض، وبالتالي طبعا جلطه في القلب اثناء النوم دي ممكن تموت. هنا لازم نرجع بقى للاعتماد اعتناء باسناننا، وان انا اروح باستمرار اكشف واروح باستمرار اعمل تقييم لحاله سناني، والا انا بخاطر بحياتي مخاطرة كبيرة جدا، مش بقى بس على المستوى الشكلي، لا على مستوى، ولا على مستوى الأسنان، على مستوى الحياة. الحياة ده كلام مهم جدا، وأكيد ضيف العزيز هسأله في هذه المعلومة، وخصوصا أنه رجل أكاديمي من الطراز الأول، وأكيد بيدرس لطلبته هذا المعنى في وسط الحوار، وخصوصا كمان في عالم الإندو اللي هو عالمه الأفضل، لكن خليني أسأله عن هذا المعنى المهم جدا جدا جدا. ضيفي العزيز القيمة العلمية المتميزة والاسم الكبير أستاذ الدكتور شادي علي حسين. حضرتك يا إما تاخد كل حاجة لما تعمل علاج جذور بميكروسكوب، يا إما ما تاخدش. عصب ده لما يجيك ألم غير عادي، الأوبشنز اللي تضرهم أنا بمنعها من المركز عندي. أنا أعرض على مريض عرض يدمر له أسنانه يبقى أنا بضره، أنا ما عملش كده. الأستاذ الدكتور شادي علي حسين، مدرس طب الأسنان بكلية طب أسنان جامعة عين شمس، دكتوراه علاج الجذور بجامعة عين شمس،
ماجستير علاج الجذور جامعة عين شمس، زميل الكونغرس العالمي لزراعة الأسنان، عضو الجمعية الأمريكية لعلاج الجذور، المدرب المعتمد من الجمعية العالمية لطب الأسنان الرقمي. ضيف العزيز استاذ الدكتور شادي حسين، اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك دكتور، منورنا. الله يخليك. عندكم في الطب علاقه وثيقه بين طب الاسنان، يعني بين بين بينكم وبيننا في حاجه القلب وتاثير؟ والله طبعا الـ 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 دايما بيبقى في تحذيرات او حاجات معينه بنعملها للمرضى اللي هم عندهم مشاكل في القلب، خاصه ان بيبقى في مضادات حيويه معينه بعد الخلع او بعد علاج اللثه او بعد حتى ايفن حشو العصب للناس اللي عندهم روماتيك فيفر او حمى روماتيزمية. فبنبقى في مضادات حيويه وفي بريكوشنز معينه بتتعمل علشان خاطر ده. هو طبعا زي ما حضرتك قلت ان الموضوع هو ارتباط وثيق ما بين التخصصات وبعضها. ويمكن كان يعني بيحضرني موقف كده ضحكني جدا. كان عندي سيدة فاضلة وكانت مش كبيرة في السن، يعني هي كانت في الاربعينات او في اواخر الاربعينات، وبعدين جات بتتكلم على يعني جاي لي بتقول يا دكتور انا فقدت مجموعة الاسنان الامامية. وبعدين مضايقها قوي ان هي اولا قعدت تفرجني على الصور بتاعتها من فتره قريبه في العشرينات، يعني هي ما كانتش مش فتره بعيده، وازاي ان هي كانت اسنانها جميله جدا والناس بتحكي وتتحكى عنها. في نفس الوقت اللي مضايقها ايه غير اللي بتاعنا زي ما بتقول الناس بتضحك، هو الواحد بيضحك مبسوط، هي بتضحك مبسوطه، بس اللي قدامها الرياكشن بتاعه ايه؟ لا طب ده هم بقى عايزين يساعدوها عشان تقوم، طب اصل هي مش عارف، هم متخيلين انها اكبر جدا من سنها الحقيقي. نتيجة ايه؟ نتيجة المنظر اللي بتعمله الاسنان، فقد الاسنان من ترهلات في الوش وتجاعيد والكلام ده كله، بيبقى انهيار رهيب. بشكل انهيار هو انا بشوف الوش لما الاسنان بتبقى رايحة الوش بينهار، بس بيرجع تاني بعد ما الاسنان بتظبط، بترجع بقى بشكل رائع. يعني عايز اقول لحضرتك من الحاجات المهمة قوي لازم نأكد عليها ان الوش بيرجع تاني. يعني اول ما بتظبط السنان وخصوصا الفقد، يعني تلاقي الوش رجع ملا تاني، واللي اترفعت الخدود واتظبط لوحده من غير لا فيلر ولا حاجه، من غير فيلر ولا حاجه. فقد ايه منظر بسنان ومن غير سنان بيفرق قوي في يعني ايه؟ بتقول يا دكتور انا منظري من غير سنان مخلي الناس عايزه تقول ايه؟ طب يعني ايه خلوها تكمل الكام يوم اللي فاضلين في عمرها يا حاجه وبتاع. فمجرد ما عملت سنانها لا رجعت لسنها او اصغر من سنها كمان الطبيعي، ان هي لا هي واحده لسه في بالظبط، يعني هي في منتصف في العمر. فدي حاجه المفروض ان هي في اوج ال 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 الشباب، يعني الشباب بشكلا ومضمونا وكل حاجه، بتدي الواحد دفعه حلوه جدا على الحياه، ومش ضروري بتبقى في. برضو كان عندي حد كان الحياه ضابط شرطه وكان حصل له صدمه او حادثه، فقد مجموعه الاسنان الاماميه كلها، ومر بقى مجموعه من التجارب مع مجموعه من الزملاء خلته في الاخر شكله اذيف ان هو اولد ايج، وان هو شكله اكنه كبير في السن. وبيقول لي ابنه بيقول له يا بابا هو انت ليه شكلك اكبر من باباهات زمايلي؟ فكان متضايق قوي ومتاثر جدا دي. قد ايه من الجمله دي يا دكتور؟ طب انا عندي طب ايه حل المشكله دي؟ وانا مش معقوله يبقى انا بالمنظر ده. فقد ايه دلوقتي الزراعه بالتركيبات اللي بتتعمل بتصميم الابتسامه قد ايه بتفرق قوي في شكل الافراد، وقد ايه بتفرق قوي. يمكن معانا النهارده يعني حاجه فيري بومينج هنتكلم عليها قويه قوي. احنا النهارده معانا ثلاث اجزاء في حلقه واحده، ثلاث حلقات في حلقه، كويس كده؟ كويس. هنتكلم على الحشوات، وهنتكلم على الزراعه، هنتكلم على الاطفال. تمام. والاطفال يعني اهم حاجه في الحلقه، بس اخر حاجه. عشان دي اول مره نتكلم فيها بالتفصيل. كويس. حشوات تجميليه يعني ايه؟ يعني ايه كلمه حشوه تجميليه؟ المعنى ده ظاهر قوي. كويس. احنا في تخصص عندنا في كليات الطب اسنان اسمه العلاج التحفظي. يعني ايه العلاج التحفظي؟ اللي هو علاج كل ما هو خاص بتاج الاسنان، يعني جزء تاج الاسنان ده اللي هو الجزء اللي فوق اللثه، اللي هي السنه اللي انا شايفها بمفهوم الناس كسنه. كل ما هو ينزل لتحت التاج ده اللي هو الجدر او الروت بتاع السنه ده بنسميه علاج جذور. انما العلاج اللي هو بتاع التاج ده لما طالما لسه ما وصلش للعصب يبقى نسميه العلاج التحفظي. دايما الناس بتهمل الاسنان في المرحله دي،
لحد ما يبقى عنده ألم، لأنه ما بقاش عنده ألم، فيبتدي يهمل السنة في هذه المرحلة. فدلوقتي التقدم أصبح عالي جدا، أصبحنا بنعمل جزء كنا زمان نقعد نفتح كل السنة عشان نحشيه كويس، عشان خاطر كانت القصور في مواد الحشوات زي الحشو البلاتين أو الحشو الأبيض كان بيخلي ان احنا لينا في حاجه اسمها ريتينشن فورم او حاجه زي التحافظ على الحشوه ما تقعش. فده يمكن مريض كان عنده حشوه البلاتين الموجوده دي، ولو تلاحظ دكتور ايمن شايف السنه الصغيره دي بنسميها الضواحك، البلاتين من ضمن عيوبه ان هو بيبقى عامل زي حضرتك حطيت زلطه في كره ازاز وقعدت تضغط عليها الكره الازاز الكوبايه الازاز قصدي كوبايه الازاز هيحصل فيها ايه؟ هتتشرخ. فده اللي حاصل في السنه اللي حضرتك شايفها قدامك، شايف الشرخ اللي نازل من تحت ده نتيجه الحشو البلاتين. الحاجه الثانيه ان هي لما تبص النقط دي مش حشوة سويس، دي الوان المريضه كانت فاكره ان ده سويس، ولكن في الاشعه المقطعيه كان عندها ما بين الدرسين في تسويس في ما بين الدرسين مش باين في فمها. فدي برضو فايده الاشعه المقطعيه ان انا اقدر اشوف التسويس اللي مش باين في بالعين المجرد كويس، فما بين الدرسين دايما بيبقى في تسويسات ما بنبقاش شايفينها. فكان زمان نقعد نفتح كله ونفتح السطح كله بتاع السنه، فدلوقتي لا، اول حاجه عملناها ان احنا شلنا الحشوه البلاتين بالتكبير وشلنا بس الجزء اللي فيه تسويس ما بين السنتين. ده طلع جزء كبير. جزء ده بس كنا زمان بنفتح لحد بنشيل النقط السوداء دي كلها. انما لا، هي كانت الحقيقه المريضه دي كان ليها طلب غريب شويه كان يضحك، يعني ان هي النقط السوداء دي عجباها لان هي موجوده في سنانها كلها، وهي اتاكدت ان هي مش تسويس فهي مش عايزه تشيلها، فهي عايزه ترجع الجزء اللي ناقص، يعني يمكن حته من النقط السوداء برده باينه عند الحافه، الجزء اللي ناقص ده بنفس الشكل بتاع النقط السوداء اللي موجوده فيه. كويس. في نفس الوقت مش عايزه يبان انها عامله حاجه خالص في سنانها. فقد ايه كونزرفيشن او قد ايه المحافظه على ماده السنه الطبيعيه اللي هي اغلى حاجه، ان انت شلت بالظبط على قد البلاتين اللي كان متشال وشلت الجزء بتاع اللي كان مسوس. الحشو البورسلين نبتدي نصور بالكمبيوتر، نبتدي نديزاين الجزء اللي ناقص ونخرطه من بورسلين نقي وناخده نلزقه داخل السن. فنبتدي الحشو البورسلين اولا بيملى، لما بتيجي ماده اللزق بتملى الفراغ بتاع الكراك اللي موجود. انا ما اخدتش غير الحته اللي في النص، لو تلاحظ حضرتك انت اساسا مش شايف اي جزء من السن اكنه محشي، ما فيش اي حاجه محشيه خالص. في نفس الوقت رجعنا النقطه البني تاني اللي كانت اكنها موجوده في الاول، السنه رجعت كما كانت بدون اي تسويس. احنا عملنا مجرد بروكسيمال بوكس في التعب بوكس في الجنب كده عملناه على قده، عملنا رجعنا العلاقه ما بين السنه واللي جنبها ايدنتيكال زي بالظبط ما كانت. ده كمبيوتر تقدر ترجع الفن في الدكتور ان هو دكتوراه علاج تحفظي، فيقدر ان هو ياخد بس الحته اللي فيها مشكله من غير ما يجور على باقي السنه. تاني حاجه الكمبيوتر يعمل لي الجزء اللي ناقص في السنه بشكل جميل. تالت حاجه انك تلزقها تقفل لك لو في كراك او في شرخ، تلم لك الجزء بتاع السنه، تمسك السنان غير التاني اللي كان بيفلق، لا ده بيلم السنه ويحافظ عليها من الكراكس. وفي نفس الوقت عمر الافتراضي بتاع الكلام ده قد ايه يا دكتور ايمن؟ يعدي ال 15 سنه. فاذا انا رجعت سنتي طبيعيه تاني، ما كلتش من السنه الجزء اللي فيها، ما كلتش منها خالص. تاني حاجه انا رجعت ماده سنيه نفس خصائص الماده السنيه، يعني البورسلان ده 95% درجه الانكماش والتمدد وكثافه وهاردنس او السطح قوه السطح، كل الكلام ده 95% زي المينا الطبيعيه. فبالتالي انا مش هيحصل لي مشكله نتيجه ان ده انا رجعت سنتي براند نيو، رجعتها زي ما كانت بالظبط. الانسان ياكل عادي والمشروبات مفيش مشاكل عليه؟ كل بقى اي حاجه، ما هو درجه الانكماش دي، ما هو انا دايما بتكلم كلام علمي بس كويس ان انت بتاخدني بالي. يعني درجه الانكماش دي بتاثر فيها دكتور ايمن، لما بحط الحشو الابيض بس بيبقى هو بلاستيك فبينكمش 7 مرات قد السن. فحضرتك لما تيجي تشرب تحس بكهرباء، تيجي تشرب حاجه ساعه تحس بكهرباء مع انك لسه عامل حشو. ده ليه؟ نتيجه ان الماده نفسها اللي معمول منها الحشو بتنكمش بسرعه. المعدن بيوصل الحراره والبتاع اكتر بتاع اللي هو البلاتين، فبرضه تحس بحساسيه مع وجود البلاتين. انما الحشو البورسلين لا، مفيش الكلام ده خالص، السنه رجعت طبيعيه تماما، كانك ما عملتش فيها حاجه خالص، بنفس خصائصها وظيفيا وشكلا.
من ناحيه الوظيفه ومن ناحيه الشكل من ناحيه مده البقاء، لان الناس عندها اعتقادات انه الحشو القديم يفضل اكتر. كويس، ما هو دي كانت مرحله انتقاليه، يعني البلاتين كان بيقعد كتير، بس كان في الفتره اللي هو بيقعد فيها دي بيشرخ السنه ويقعد يصدي في البق ويلون اللثه ويلون السنه ويعمل بلاوي سوداء. طيب الحشو الابيض هو شكله حلو بس بيبقى فيه دايما منه حساسيه مع السخن والساقع. تاني حاجه عمره الافتراضي من سنه لثلاث سنين. كويس، البورسلان الحشو البورسلان بقى لا، انت حضرتك عمره افتراضي كبير جدا، مفيش حساسيه، بيقعد كتير وشكله حلو جدا، احلى كمان من الحشو الابيض. سؤال مش سؤال، هو فرحه بمكسب بجين، احنا كسبنا جين. جين طب الاطفال في عالم الاسنان، او بمعنى صح طب اسنان اطفال عشان نبقى واضحين يعني. الناس بدات تهتم اكتر باسنان اطفالها، بانه اسنان اطفالهم بقوا هدف انهم يكونوا افضل، ده فهمهم من كتر ما شافونا على فكره. وانا فرحت لما كنت بتكلم معاك في قبل الهوا وقلت لي انه الاطفال ناس بتهتم جدا باسنان اطفالها دلوقتي، لغايه قد ايه بدا الاهتمام او بقى وصل الاهتمام؟ طب ما هو خلينا نتكلم عن المشاكل ونتكلم عن الحلول. احنا النهارده يعني انا اول الناس، مش هقول حد بعيد يعني، مع بناتي بدلعهم جدا وعلى طول سويتس وعلى طول الجالي الجيلاتينز دي وعلى طول الشوكليتس والحاجات دي كلها. خطر جدا. فطبعا ايه تخصصي انا بقى. خطر جدا. فتبص تلاقي ان الطفل يبقى عنده اسنانه فجاه معظمها يسوس. المشكله اللي بتقابل دي اول مشكله. المشكله الثانيه اللي بتقابلنا ايه؟ المشكله الثانيه اللي بتقابلنا ان انا يبقى عندي الطفل، عشان طبعا احنا بندلع اطفالنا برضو جدا، فبيبقى بيخاف. خاف جدا، وانا قلبي ما يطوعنيش ان انا ايه اشوفه بيعيط او اشوفه زعلان او اشوفه مش عارف ايه. والعيال من الدلع برضو بتبقى يعني صعب السيطره عليه، انت فاهمني؟ يعني غير البكري، ممكن البكري تقدر تقعده، انما التاني ده قلبك ضعيف قدامه. فبنصرف عليهم كتير علشان ندخلهم مدارس انترناشونال وعلشان نعمل لهم حاجات كتيرة حلوة، وبنيجي في السنان واللي هي مهمة جدا اللي هي هتأثر عليه في الجزء التاني من حياته، وخوفه كمان من دكتور الأسنان هو نفسه بيخليك انت برضو تجري في الخوف، هو بيعيط خلاص مش رايق، خلاص يا حبيبي مش رايق يلا. فبالظبط نقعد نتفرج على التلفزيون. فالمشكلتين دول ادي حلهم حاجتين. الحاجة الأولانية قد ايه طب الأسنان اتقدم قوي في الحاجات التركيبات على الاسنان اللبنيه اللي هي بلون الاسنان. يعني كان زمان ما عندناش غير الكافرز المعدن دي اللي بتتحط. كويس، دلوقتي لا بقى في كافرز برضو زي الكبار بلون الاسنان. ده انت هتقول لا ده عيل ومش فاهم ومش عارف ايه والكلام ده كله. الطفل شخصيته بتتكون في المرحله دي. طبعا. فلو حضرتك هو متضايق وزعلان وخايف يضحك قدام زمايله، شخصيته هتبقى منطويه وجبان ومنغلق على نفسه ومش اجتماعي. فقد ايه مهم ان هو الولد يبقى مش يعني لو شوف منظر مثلا الاسنان دي هو تخليه ايه، يبقى على طول ايه حاسس نفسه، هو نفسه تديله الانطباع انه هو لا انا اسناني مش حلوه، فانا اتعودت ابقى مهمل، اتعودت ان انا على طول خلاص شكلي مش هيتعدل. موروفر ده كسايكولوجيكال او كنفسيه. ما جيني دي بعمل فيلم رائع جدا جدا. الفيلم ده مبني على انه كان عامل لنفسه تقويم، كان والده دكتور اسنان، فكان زمان بقى الفيلم ده بيحكي في 1920 كده. فعمل له تقويم بالطريقه القديمه، انت عارف زمان كانوا بيعملوا وش حديد كده لتقويم الاسنان وبتاع حاجه كده، اللي لما شفنا التاريخ حاجه مزعجه جدا. عمل فيلم كامل، الفيلم ده خد مش عارف حوالي مثلا 3 4 جوائز اوسكار، اسمه ملك الشوكولاته. كان عمل مدينه شوكولاته وبتاع، وجاب الاطفال عشان يعلمهم ازاي ما يبقوش ثرثريين او غوغائيين او لحوحين او مدلعين او مرفهين. وخلى كل طفل يعني عنده عيب في ده يعاقب على كده، وكان عقدته هي اسنانه. اسنان طول بالزبط. الفيلم رائع. جوني ديب الناس دي بتعمل افلام رائعه بالظبط. فبتعمل مشاكل نفسيه تخلي الطفل ما يعمل له مشاكل في شخصيته. فمهم قوي ان انا اهتم بشكل الطفل، ما اقولش ده طفل لا، لازم اهتم زي ما بهتم بحياته كلها، اهتم باسنانه. دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه الخوف. دلوقتي حاليا انا بقى 80% من شغلنا في الاطفال بنقول كويس، بنقوم عاملين ايه يعني، يمكن الحالتين دول، الحاله دي
هو دي الأسنان كلها عنده الأربعة الأماميين فيهم تسوس وفيهم كان فيهم كمان خراريج ومش عارف إيه والكلام ده كله كذا خراج وتآكل خالص. يخش ينام طفل ينام ساعة يعمل له أسنانه كلها العشرين سنة. الأسنان اللبنية عشرين سنة مش زي الأسنان الدايمة الاثنين وتلاتين. الأسنان اللبنية بيبقى عشرين سنة بيبقى يعني ست أربع قواطع ونابين صغيرين ودروس صغير. فعندي عشرة فوق وعشرة تحت. فبنخش نعمل لو في مشاكل في العشرين سنة بنخش نعملهم في ساعتين وهو نايم ويطلع زي ما حضرتك شايف ده والولد لسه متخدر كويس. دي حالة تانية برضو نفس القصة تسوس الأسنان الأسنان متأكلة خالص. نخش نعمل حشو العصب الجزئي بتاع الأسنان اللبنية ونحط لهم التركيبات زي ما انت حضرتك شايف كده. التركيبات بتبقى جاهزة دي بتبقى حاجات جاهزة كويس. نوع من أنواع الزيركونيا كراونز هايلة جدا بتبقى ما التشوكي وايت ده اللي احنا كنا متضايقين منه أو اللون التباشيري شوية ده بيبقى في الأطفال هو أسنانهم كده هو ربنا بيبقى خليها كده فبيبقى مناسب جدا. قد ايه الاسنان الجاهزه دي بتبقى مناسبه جدا للاطفال وبتبقى مناسبه جدا للسن ده. فالطفل بيخش ما بيحسش بقى بالم ولا اي حاجه هو بينام كويس. فانا اللي هخاف عليه بقى ولا هزعل ولا اي حاجه خالص ولا هو جبان مش جبان مش مشكله هينام هيقوم تبقى اسنانه جميله كويس. فدي النقطه الثانيه. اخر نقطه هتكلم عليها خالص بالنسبه لموضوع الاطفال ده ساعات كتيره تيجي تطلع سنان الاطفال الاقي السنه صفراء او السنه فيها مشكله واقول ايه ده طب ده من ايه طب اصل هو اصل دي هرمونات اصل دي جينات اصل دي مش عارف ايه بينما هو حضرتك كان عنده خراريج ومشاكل في السنان اللبنيه وانت قلت دي هتقع عملت فوقيها مشاكل اثرت على السنان الدايمه. فقد ايه ان شهرين ثلاثه انا اهملت فيهم طفلي اتاثرت على عمره كله في انه يفضل طول عمره بيعالج سنانه عند دكاتره السنان بسبب ان انا اهملته في شهرين في سنان لبنيه سوست. فمهم جدا 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 الموضوع ساعتين الولد هينام دكتوراه اطفال استشاري اطفال بالتكنولوجيا برضو الحديثه بتاعتنا بتاعت الاسنان يخش يعمل له ال 20 سنه ويطلع يلعب مع زمايله تاني. انت نورتنا النهارده وسعدتنا في حلقة ثلاثية رائعة جدا عن الزراعة وعن التجميل وعن التركيبات وعن الحشوات يعني وعن كمان الأطفال. يعني الأطفال النهاردة لأنه برضو هم خد وقت في الآخر كده نديهم وقت أكبر في المرة الجاية لأنه عالم طب الأطفال في الأسنان بقى أو عالم طب أسنان الأطفال بقى عالم مهم جدا جدا. دكتور شادي نورتنا. ربنا يخليك دكتور عايز. خليكوا دايما مع الدكتور. اهلا بكم. الحقيقه النهارده يوم مهم جدا جدا لانه يوم في الجديد في دايما الدينوفو في الطب وده شيء بيأتراكت اي عقول وخصوصا انا احب جدا اتكلم عن الحاجات الجديده. لكن قبل ما بتكلم عن الجديد عايز اكلمكم عن حاجه قديمه حاجه من ايام الافلام الابيض والاسود. كان زمان اول لما بييجوا يعبروا عن ان واحد تقدم في السن في مرحله عمريه متقدمه خصوصا لما يكون يعني جايبينه وهو شاب وبعدين كبر في السن يحطوه في صورة دايما حد ما بيقدرش يحرك مفاصله بسهول عنده خشونة في الحركة حتى على لسان الممثلين بتوع زمان قوي لك انا ركبي ايا ركبي كانت فردوس محمد في فيلم اسمه سفير جهنم فيلم حلو قوي كانت دايما شكله ايا مفاصلي ايا ركبتي الركبة كمفصل وكل المفاصل في كلمة مخيفة جدا الناس كلها بتخاف منها كلمة الخشونة بس الركبة بالذات في حاجات احنا بنضر بيها ركبنا كلنا من ضمن الحاجات اللي ممكن تزود فرصة الخشونة في الركبة قعدة القرفصاء قعدة اللي فيها الإنسان يقعد مقرفص دي قعدة في منتهى الخطورة قعدة في منتهى الخطورة في ناس كتير بتعملها على فكرة دي قعدة شعبية يعني في الناس طبيعتها تقعد قعدة القرفصاء دي في طبعا القعدة التانية الخطيرة جدا قطع بيسموها وضع اللوتس وضع زهرة اللوتس ودي وضع اليوجا المشهور هنشوف صورتها دلوقتي القعدة دي خطيرة للركبة
وديت ممكن تؤدي الى مشاكل في اربطه الركبه. ما تفتكرش ان هذه القعده امنه تماما، قعده اللي هي اللي انتم شايفينها دي دلوقتي، دي في منتهى الخطوره، دي بتضر بالركبه ضررا كبيرا. طبعا دول لسه في 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 مرحله يعني الشباب وعندهم لياقه بدنيه عاليه والى اخره، لكن مع الوقت ثبت علميا ان اللوتس بوزيشن او جلسه اللوتس قد تزيد من خشونه الركبه. برضو انحناء الركبه الجانبي ده اخطر بقى من كل ده، ده بقى اخطر حاجه فيها تحميل وضغط كبير جدا على المفاصل الركبه. في 2013 قالت ان الانحناءات المتكرره في الركبه الجانبيه تؤدي الى التهاب في المفاصل. ايوه هي دي، ان انا احرك الركبه بشكل جانبي. لعيبه الكوره كتير ممكن يحصل لهم ده، اللي هي الانحناءات الجانبيه. ساعات بقى الناس اللي بتشتغل في 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 السوبر ماركت بيجيب حاجه من بسلم بطريقه معينه، بينتقل يعني بلا وعي من منطقه مكان لمكان، ده ممكن يتعرض الى مشاكل خاصه بالركبه. فخلي بالكم الركبه شيء في منتهى الاهميه، والتعامل بيه او التعامل معاه ده لازم يكون بحذر شديد جدا. العادات الغلط والتصرفات الغلط ده شيء خطير للغايه، قد يؤدي الى الخشونه. النهارده كلام جديد، ازاي نتعامل مع احدث تقنيات الطبيه، ازاي وصل القلب في تطوره الى التعامل مع مشاكل المفاصل. النهارده حوار اكسترا اوردينري مع ضيفي العزيز، دائما صاحب السبق في كل حوار جديد فيما يتعلق بمشاكل المفاصل ومشاكل العمود الفقري، مشاكل المتعلقة بهذا الجهاز الصعب جدا اللي احنا بنسيء استخدامه، الاسم الكبير والقدير والصاحب الجديد دائما استاذ دكتور ايمن عنب. في قوانين في الجسم ما نقدرش نبدلها ولا نغيرها. ألم في ظهري ده انزلاق غضروف، وانزلاق غضروف يعني عملي. اللي هو مش محترف يتجنب المخاطرة العالية لأن هدفع ثمنها غالي. 15 سنة باخد علاج مش بتاعي، دمروني بجد. ازاي احنا نكسر القانون ده ونوصلك لمرحلة البناء والتصليح؟ البي ار بي هذا العالم المثير. لا في أولويات، وأنا ما بفكر العين بفكر له في الأولويات دي. إني في شهر هخف وهرجع لطبيعتي، عمري ما كنت أتخيل كده. الأستاذ الدكتور أيمن عنب، أستاذ جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بكلية طب جامعة القاهرة، حاصل على دبلومة علاج الألم بتنظيم فسيولوجية الجسم ميلانو إيطاليا، زميل الجمعية العالمية لجراحات مناظير العمود الفقري فرنسا. اسمحوا لي في هذه الحلقة المثيرة الجديدة المتفردة نرحب بضيفي العزيز، طبعا يعني الاسم المتميز الأستاذ دكتور أيمن عنب. أهلا بك دكتور، نورنا. ازيك؟ عايز أبدأ قبل ما أبدأ في النهاردة في الحوار المثير المهم الجديد جدا النهاردة، أنا أسألك برضو عن حاجة كلاسيكية جدا، الخشونة والألم المزمن في المفاصل. طبعا ليه زاد؟ هو جزء وراثي، احنا اهل منطقه الشرق الاوسط بالذات مصر ومنطقه دلتا النيل دي. انا رحت المتحف البريطاني في لندن، لقيت حاطين من ضمن الموميات ركب فيها خشونه والام في العمود الفقري في تاكل وتزحزح، وكاتبين جنبه ان دي من الامراض الشائعه في منطقه حوض النيل مصر والسودان. فواضح ان احنا طبعا جذورنا مع الحمض النووي بيتناقل، فبقى الإصابة مع التكنولوجيا الحياة السريع والرتم وقلة الرياضة، طبيعة الأكل اللي اتغيرت تماما بقت من أكل صحي لأكل غير صحي، التدخين اللي زاد، التلوث اللي زاد، كل ده بدأت ألم المفاصل تظهر بدري وبدأت تسوء بالتدريج. هنتكلم إحنا ليه ألم المفاصل ما بتخفش وبتسوء، وليه العيان من مزمن بسيط لمزمن سيء جدا، اللي كان بيسيطر عليه شوية مسكنات خفيفة دلوقتي ما بيسيطرش عليه أي مسكن، ليه بالوقت حاجات تانية بتتعدي، ليه رجله بدأت فيها الألم وبعدين بقت في الفخذ وبعدين في الظهر، ليه بينتشر، فكل دي برضو هنترجم اللي بيحصل للناس. إيه اللي بيحصل للناس؟ الخلايا لما بتبقى مزمنة في الالتهاب بتبدأ تطلع مواد من جوه اسمها انترلوكين 1، ده عبارة عن عملية تدمير ذاتي للخلايا. عارف لما الواحد يبقى شايل حزام نسف ويفرقع اللي حواليه، الخلايا بتعمل كده بقى.
اول ما الخلايا يحصل فيها التهاب كتير تبدا الخلايا تموت تروح منفجره مطلعه الانترلوكين 1 يبدا سلسله التدمير تشتغل. انترلوكين ده محفز للالتهاب بيبدا يوسع الشرايين يدخل دوره دمويه كتير والخلايا تخش تبدا تشتغل كخلايا التهابيه. بيطلع هو مينلي يعني بيتفرز اكتر حاجه من كرات الدم البيضاء حاجه اسمها المونوسايت. فاول ما بيظهر السيتوكين او الانترلوكين 1 ويزداد بتبدا الخلايا تموت ويبدا عمليه الالتهاب تنتشر. وبتبقى انت بره السيطره. عشان كده المريض يقول لك اصل رجلي كانت بتوجعني شويه وبعدين بقت توجعني وضعيفه مش شايلاني توقعني. لان الخلايا والمفصل نفسه بقى ملخلخ والعضلات ضعفت. ففي عمليه تاكل بتحصل جوه الجسم مش بس وجع ده وجع وضعف. فدي الكارثه السوداء. دي ما بنقدرش نسيطر عليها بالادويه. مفيش اي ادويه عندنا توقف سلسله التكسير دي. احنا اخر حاجه عندنا بنشتغل على البروستاجلاندين اللي هو بيشتغل على الالم وخلاص على كده. ما نقدرش نوقف الانترلوكين. عشان نوقفه لازم نستخدم الحاجات اللي ضد الانترلوكين. ده اكتشفوها بقى بحاجه اسمها الاورثوكين. ايوه العلاج بالاورثوكين ده بدا في التسعينات كانوا بيستخدموه للحصانه بتاعت السباق اللي عندهم اصابات في المفاصل وكانوا بيتعالجوا وبيخفوا بسرعه جدا وبيرجعوا بسرعه قوي للسباق. بدا سنه 2012 في المانيا لوبي. وبعدين بقى بالنسبه لهم هو الشهره العالميه في كل اللعيبه الانترناشونال بيتعالجوا عندهم. امريكا تقريبا معظم الناشونال تيم اللي هو الفريق الوطني بيتعالج في المانيا بالاورثوكين. ايه ده بقى؟ ده الانترلوكين 1 اما بيبدا ينزل من الخلايا بيخش على المواصلات اللي هو الكالون. عارف الكالون؟ الكالون ده المفتاح اللي بتاعت الكوالين. ده نقدر نقول ان الانترلوكين 1 ده حاجه زي ميه النار كده. هو ده جزء منه. هم 11 نوع اسواقهم هو انترلوكين 1. 11 نوع من الانترلوكين كلهم اسمهم سايتوكين. ده بينزل كل مفتاح من دول من الانترلوكين بيخش على الكالون بتاعه في الخليه ويبدا يغير فيها. يبدا ياثر. شفت اول ما بيمسك في الكالون بتاعه اللي شبهه يبدا يدي الاشاره العصبيه تبدا الخلايا تستجيب ليه. ايوه كويس قوي. عشان انت توقف مستحيل تعرف توقفه الا انك تسد الكالون ده. يعني تحط المفاتيح التانية دي اللي شبهه بس ما بتشتغلش بس تقفل له الشغل بتاعه زي كده. فتيجي تخش بالمفتاح ما يفتحش معاك الكلام زي كده بالظبط. فانت خلاص وقفت الضرر بتاعه. فانت طفيت الالتهابات المزمنه. دي ميزه الاورثوكين. اسمه اورثوكين عشان كده. بمضاد للسايتوكين. بنطلعه منين؟ بنطلعه من نفس الخلايا بس بطريقه تانية في التصنيع. ان احنا بنسيب عينه الدم من المريض نفسه لمده 24 ساعه. يعني في فيديو برضو شرح كويس قوي عليها. ناخد العينه بنسيبها في الانكيوبيتور على نفس حراره الجسم لمده 24 ساعه تبدا خلايا المونوسايت اللي هي بتفرز الانترلوكين تفرز مضادات الانترلوكين مضادات السيتوكين. فنبدا ناخدها ونحن بيها المريض على كذا جلسه ونحفظها في درجه حراره قليله. ده تاثير السيتوكين على الغضاريف. اللي على الشمال ده غضروف سليم اللي على اليمين ده غضروف متآكل بسبب السيتوكين. السيتوكين مشكلته انه بيكسر العظم بيكسر الأنسجة وبيكسر الأربطة. في صورة وراها بتشرح جدا تأثيره على كل أنسجة الجسم. على من أول العظم فالغضاريف فالدورة الدموية فبيضعف العضلات فده بيعمل مشكلة مع المريض في الآخر ضعف في الأنسجة. يعني هتشوف دي الصورة اللي بيبين. وبعدين بتبدا يرفع حراره الجسم شويه من الالتهابات المزمنه. يعني يقول لك انا حاسس ان دايما حرارتي عاليه شويه بسبب الالتهابات المزمنه. فهو عمليه تدمير بتحصل جوه الخلايا. عشان كده عين بيجي لك تاني سنه يقول لك لا انا اسوأ من السنه اللي فاتت اللي بعد كده لا انا كنت من سنتين كويس جدا. ليه؟ بسبب الانترلوكين بسبب السيتوكين. فده مفتاح التصليح. انت تعرف المشكله فين تحاول تبني لها العلاج بتاعها. عظيم. انا عايز بس الناس تحفظ معانا هي المساله اشبه بمجرم وبوليس او نقدر نقول عليه يعني هو مش مجرم عادي ده مجرم ارهابي يعني. ده القتله ولو زي ما تقول اكتر من جواز سفر
يعني له اكتر من اسم. صحيح. فالمجرم المشهور هو السيتوكين، صح كده؟ صحيح. ولكن له جواز سفر تاني او له صوره تانية في بطاقه تانية، ما هو راجل بقى مجرم عالمي يعني اسمه انترلوكين صحيح. وان ومش عارف ايه والكلام ده كله. انا بحاول ان امنع دخوله البلد، لانه اول ما يدخل هيولع في البلد. فانا بمنع دخوله البلد بان انا اسد منافس دخوله البلد. الارهابي هيدخل البلد فانا اسد. بالظبط. فسده بايه؟ بالاورسوكين. الاورسوكين يعتبر هو نقدر نقول حرس الحدود حقيقي. حلو التشبيه. صحيح كده. ده اللي بيروح موقفه تماما وفصله عزله عنك. فببقاش مؤذي بالنسبة لك. بنسى احفظ ثلاث اسامي بس عشان نفس ما تتوهش من المجرم الجبار العالمي الارهابي اسمه سيتوكين. صحيح. له صور كتيرة واسماء كتيرة منها الانترلوكين. صحيح. اللي بيقف قدامه حرس الحدود بالنسبة له اسمه اورسوكين. الاورسوكين بقى ده نبدأ نقرب منه شوية. احكي لنا على الاورسوكين. في فيديو هنشوفه. الاورسوكين زي ما قلنا اكتشفوه في المانيا او بدأوا يشتغلوا بيه في المانيا على الامراض المزمنة. هو الأورسوكين ملوش تطبيقات إلا على علاج الألم والأمراض المزمنة. يعني إحنا لو اتكلمنا قبل كده على البي آر بي كان بيستعملوه زمايلنا في التجميل والجلدية وكده، ده الأورسوكين محدش بيشتغل بيه أو ملوش تطبيق إلا لوقف التهابات المزمنة وتدمير الخلايا وإعادة كمان البناء. ده احنا شفناه. ما ده بيوريهولنا تاني عشان نحفظه. بس احنا عايزين معلش انا عايز احفظ الناس الحته دي اللي هي صعبه نشرحها تاني. الخلايا لما بتبدا تتعرض لالتهابات وتبدا عمليه التدمير تحصل فيها تنفجر وتبدا تنزل المواد اللي هتفرقع كل الخلايا اللي حواليه. يعني واحد مات عايز يموت كل اللي جنبه. ارهابي اهو. بالظبط. فكل دول بينزلوا عشان ينشطوا عمليه التدمير في الخلايا. ارهابيين. شوف فتبدا تمسك في الكوالين بتاعت كل خليه وتشغلها لحسابها بالطريقه اللي هي عايزاها علشان تبدا عمليه التدمير تحصل فيها. علشان تمنعها لازم تسد كل منافذ الدخول ليها بحاجات شبيهه ليها بس بتوقف شغل الانترلوكين. ده الاورسوكين بيعمل كده. نفس الشبه بيمسك في كل الكوالين بتاعت الخلايا علشان تمنع دخول المفاتيح فيها تماما. فكل الابواب تبقى مسدوده في وشها. ده اللي بيحصل. عندنا كمان فيديو لطريقه تحضير الاورسوكين. هي ميزتها حاجتين طبعا، من دم المريض كل عينه. فما فيش حاجه غريبه عليه، فملوش اثار جانبيه خالص. دي نمره واحد. نمره اتنين، احنا مش هنعرف نحضره الا من العيان، من دم العيان. ما بلوش تحضير تاني. لا بتصنع بره ولا في شركات بتعمله، فهو بناخده من دم المريض. يعني ربنا خلق لنا دايما المفاتيح في جسمنا، خلق المرض وخلق مع العلاج. كويس. اللي يعرف يوصل له يعني. فبناخده من المريض نحطه في ده الانكيوبيتور الحضانه، بنظبطه على نفس درجه حراره الجسم لمده 24 ساعه. دي كفيله ان تبدا الخلايا المونوسايتس تنزل الاورسوكين. وبعد كده نبدا ناخدها ندخلها في جهاز الطرد المركزي، نفصل العينه. بس المره دي بقى احنا مش هناخد الصفايح، احنا هناخد البلازما اللي فيها الاورسوكين. قبل كده كنا بناخد الصفايح والبلازما ما بنهتمش بيها، او دلوقتي لا، كل الشغل على البلازما وما بناخدش الصفائح. وبعد كده ممكن نحفظها عندنا في درجه حراره تجميد شويه ونستعملها للمريض في كذا حقنه ورا بعض. ايوه. مع دوت مفيش مانع استخدام للمضادات الالتهابات او العلاجات الاخرى اللي كان ممنوعه مع البي ار بي، يعني مع العين مفيش اي موانع. تاني حاجة انه بيجيب نتيجة سريعة جدا في علاج الالم بسرعة. يعني بيطفي الالتهابات على طول. احنا في خلال 3 اسابيع بنكون خلصنا الكورس. مثلا بناخد مرتين في الاسبوع، 3 اسابيع بنكون خلصنا. فده مستو انه كمان طبعا الحمد لله ينفع مع كل الاعمار وينفع مع كل مراحل الخشونة، لانه بيدي العين نتيجة سريعة جدا في التحسن. نتيجة مستديمة برضو مش مؤقتة. نقدر بعد ما نطفي الالتهابات بقى نستخدم البي ار بي في البناء. هو ده في قوه بناء بس اضعف من البي ار بي. في قوه مطافي اكتر. عارف لما بتخش على حريقه تطفيها بعدين محتاج ترمم بقى، فانت ده بيطفي على طول وبعدين ترمم بعد كده. فبنقدر نجمع بينهم او نبدل بينهم مع المريض. طالما جت سيره البي ار بي انا عايزك نفرق بقى بين البي ار بي والاورسوكين. طالما احنا جبنا سيره البي ار بي لان الناس هتتلخبط. انا عارف انتوا مش بتقولوا ده هو نفسه البي ار بي. صحيح. هو من دم المريض الاثنين. ودي الصوره اللي بتوضح الفرق. اليمين ده الاورسوكين، الشمال ده البي ار بي. حلو. اللي فوق ده البلازما.
دي اللي بناخدها مع الأرسوكين. الطبقة اللي في النص الزرقاء دي الصفايح. كويس. ده البي ار بي بقى. فدي الحتت اللي بناخدها من الدم، يعني ده بناخد جزء من الدم، ده بناخد جزء من الدم. كويس. شغلة البي ار بي تصليحي جدا وبيطفي الالتهابات اقل. فده بناخده في العيان اللي هو ما عندوش التهابات عنيفة، اللي مش جاي يصوت اي يعني، العيان اللي بيخش لي بألام عنيفة قوي ده انا اخد له على طول الأرسوكين. ده بتاع الحاجات الحادة، اروح مطفي على طول الالتهاب بتاعت الاكيو، الحالات الحادة الحادة. او لو مزمن وجاله نوبة حد عليه، او لو عنده انزلاق غضروفي وحاجة اسمها عرق النسا، ده محتاج علاج بسرعة يودي الألم. اي حالة حتى لو كانت في ازمان في الحالة بالظبط، اكيوت اون توب اوف كرونيك يعني. صحيح. فده اللي محتاج علاج سريع يودي الألم. كويس. البي ار بي ما كنتش قادر استخدمه معاه قوي لانه ساعات بيزود الوجع شويه في التصليح. فده باخده بعد كده في العيان اللي احنا عايزين نبني معاه. فاول مريض اللي لسه حاصل له الالم يعني الاصابه بس ما عندوش الام عنيفه وعنده ضعف اكتر. يعني ايدي مش عارف احركها جامد، مش مساعداني في قوتها زي الاول، ده البي ار بي ينفعه بسرعه قوي. فالعيان ساعات بختار له ده او ده، او بجمع بينهم مراحل، ابدا بالأرسوكين وبعدين انتهي بالبي ار بي. مين الاشهر ناس تعالجوا بال في هو ده اللي يمكن اللي بدا في المانيا، لعيب اسمه كوني برايت. كوني برايت ده لعيب المنتخب الامريكي لكره السله. كان جاله اصابه في ركبته وراح امريكا اتعالج، راح المانيا اتعالج ورجع لعب اكنه ما اتصابش. لدرجة انه سموا الأرسوكين البراينت تريتمنت، يعني علاج براينت. كل اللعيبة قلدته، اي حد بيحصل له اصابة بيطلع على المانيا. بيطلع على المانيا يتعالج ويرجع. يعني لدرجة انه بقى مسمع تسميعة رهيبة، وبالنسبة لهم ده اسطورة هناك في امريكا في لعبة الباسكتبول. فكونه تعالج بيه، ده ادى سمعة عنيفة للعلاج في المانيا، وبقى انترناشونال يعني بيسافروا لعيبه من مصر ومن حتت كتير قوي بيتعالجوا بالأرسوكين وبيرجعوا. احنا بنحقنه فين؟ بنحقنه في كل حته. بيتحقن في المفصل، بيتحقن في العضله، بيتحقن في العمود الفقري، بيتحقن حوالين العصب زي الابيديورال. يعني بيستخدم في كل حاجه في كل مكان. امن 100% ملوش اي اثار جانبيه، وانت اي حته محتاج تطفي فيها الالتهاب هتحقنه فيها. بيتحقن في التنس قلبه، بيستخدم بقى في مفاصل كتيره جدا، من اول مفصل الفخذ، الركبه، الكتف، الايد، صوابع الايد او التنس قلبه اللي هو الكوع. بيستخدم في عضلات الظهر، في العمود الفقري، في اصابات الاوتار، في اصابات الاعصاب، عصب الانسداد العصب او العصب الخامس. هنمسكهم واحده واحده نتكلم عليهم. عايز ابدا ب يعني حاجات ممكن، يعني انا هطرح لك بقى كانها بروبلمز، يعني لما ابدا مثلا يعني بالصداع النصفي، ودي حاله التهابيه. تمام. هل هيفيد؟ في بقى صور هنشوفها دي هتدي لك. الصداع النصفي معظمه بيبقى حاجه اسمها تنشن هيدك، زي العضلات دي شايفها. دي كلها بتسمع في الدماغ انها صداع، دي عقد عضليه، عضله الترابيس اللي هي الترابيزيس، عضله السيرموماستويد، دي من اسوأ العضلات بتعمل صداع. العيان بيبقى ساعات عارف التشخيص. انا مشكلتي طبعا بتواجه مع المرضى ان انا ببدا التشخيص من زيرو. هو بيجي بحاجه انا بقلبه حاجه ثانيه اللي بشوفه عنده. فالعيان ساعات بيبقى جاي عارف العضله دي بتوجعني، اول ما تبدا تعمل الم انا بيجي لي نبض الصداع العنيفه، ودي عضله الكتف الاخوه السعوديين مسمينها الابهر، فدي بسبب التكييف والقعده دايما ساند ايدك، العضله دي بيجي لها التهاب، عقد عضليه. علاجها صعب جدا، من مستحيل تقريبا علاجها الا بالحقن. سواء كنا بنحقنها بي ار بي لو احتاجت، او الأرسوكين ده الاسرع بيجيب نتيجه احسن بكتير. دي عضله اللمباجو اخر الظهر، العين اللي بيقعد كتير فترات على مكتب دايما يقول لك قايم مش قادر افرد ظهري، اخد وقت عشان افرد ظهري، اول ما اتحرك يفك. دي كلها الام خارج العمود الفقري، ده برضو اللي لازم المريض يفهمه. كل الام اللي بتيجي مع الراحه دي خارج العمود الفقري، ده مش غضروف خالص. هو كل الناس بتيجي في الطريقه الكلاسيك، عامل اشعه انا عندي غضروف، تكشف عليه تلاقي ما عندوش غضروف،
في الكشف ممكن يبقى عنده في الاشعه غضروف بسيط، مش هنيجي جنبه لانه مش عامل اعراض، هنعالج مصدر المشكله، لان الحاجات دي بعد الجراحه بتفضل موجوده، فيبقى ما عملتش حاجه مع المريض. فدايما الام العضلات ده، الام عضله الفخذ دي من أسوأ الحاجات اللي بيقعد يسوق فترات طويله دايما، وخصوصا لو عربيه مانيوال مش اوتوماتيك، دايما عضله الفخذ دي ملتهبه عنده. طبعا برضو بفتكرها انزلاق، ده اسمه عرق النسا الكاذب، اللي هو بيجي من العضله وبيجي من الاربطه ويبدا يعمل الام، ودي الفاشيه اللي تعرف تنسر فاشيه لاتا، دي من أسوأ الحاجات. ده برضو ديت من الحاجات المشهوره جدا. دي برضو مشهوره قوي دي، اصابات الاوتار في الرجل بقى. دايما يفتكر ان عنده تنميل نقرس. من نقرس طبعا، او غضروف رجل منمله، ودي طبعا بسبب برضو الاوتار والوزن التقيل، لبس الجزم الضيقه شويه، الوقفه فترات طويله، ده التهاب في الوتر بشوفه كتير. تشخيصه برضو بيبقى مش دايما صح في الاول، مع معظم المرضى بيجوا بتشخيص تاني، بس الحقن بيجيب نتائج هايله. كل دول بيتعالجوا بالقرص بالحقن. يعني بص مفيش حتى في الجسم بحناش، احنا جبنا امثله، يعني ده اعتقد انه يمكن ربع او خمس الحالات، يعني مفصل الفك، عضله الجبهه، عضله الوش، كل دي عضلات بتعمل الام عنيفه. انت عارف اي مشكله فيهم بتبوظ حياه مريض، ده بتعادوا ممكن يسيب شغله، ممكن تلاقي حياته اتلخبطت بسبب عصبي على طول، متنفذ بنت على طول، مسكنات ممكن تبوظ لها الكلى ومات بعد كده، بس تلاقي ضغطها ارتفع. انت عارف كل المسكنات بترفع الضغط، صحيح، انما السترويدات كلهم بيرفعوا الضغط، ويا ريت بتعالج المشكله، يعني هي هتسيب المريض بمرض تاني مع الاولاني. اذا احنا جبنا امثله للعلاجات، لكن انا عايز اشوف برضو حالات قبل وبعد، يعني هل بتبان عليهم؟ في مرضى بعد ما بيتعالجوا بيحبوا يتاكدوا، فبيعملوا له رنين وبيجوا. فده مريض واحد منهم كان عنده انزلاق غضروفي في بين الفقره 5 و6 على الناحيه الشمال. دي قبل شايف باين ازاي الغضروف اللي على اليمين ده حته كبيره خارجه على الحبل الشوكي السوداء وتخلي. بعد 3 اشهر اتحسن وعمل رنين جديد وجه الغضروف دخل جوه خالص. اول حته اللي بره الجسم اتخلص منها، فما بقاش فيه ضغط خالص على الحبل الشوكي. الحمد لله. في برضو مقاطع عرضيه هنشوفها، اللي فوق دي القبل هتشوف العصب الشمال اللي عليه حته غضروف جنبه باينه، المقطع اللي تحت راح الغضروف ده. يعني هتشوف هنا، شوف اللي فوق دول غير اللي تحت. فالحمد لله الغضروف اختفى، ده بعد 3 اشهر من الحقن. فالنتائج لا كويسه الحمد لله. 75% تقريبا من الحالات بتتحسن. عظيم جدا، عظيم جدا. هرجع تاني، انا دايما في حلقاتك ببقى حريص على ان انا اشرح للناس بدقه، لانه كلام بيبقى صعب شويه. هو دي بركه فيك بتبقى صعب. فعايز ارجع للفيديو الاولاني للمره الثالثه. ماشي. كلا كده. ثالث مرة حفظ الناس، احنا في حالات الالتهاب بيطلع مادة اسمها، نبدأ بقى تاني نشرح. الخلايا الالتهابية المزمنة بتبدأ تفجر نفسها وتحاول تموت الخلايا اللي جنبها. ما يعني علشان غيظا في المريض. شرحناها لكم بكل الأشكال. عشان ما حدش يقول مش فاهم بالظبط. فبتبدا تطلع الغام، دي زي الالغام اللي بتطلع تمسك في الخلايا، زي القنابل اللي عارف اليدويه، عارف القنبله اليدويه بالظبط، والله شبهها بالظبط الانشطاريه، لا القنبله اليدويه دي اللي بيشد بالظبط وبيرميها. ما هي دي الالغام اللي بتنزل تبدا ترشق في الخلايا وتبدا تغير فيها من مكوناتها وتغير من طبيعه الخلايا علشان تخليها خلايا التهابيه زيها، تنتهي انها تنفجر وتموت. وتبدا بقى توسع الدوره الدمويه عشان دخل خلايا كتير للمنطقه علشان تموتهم وتبوظ الدنيا. هو دي مشكله الالتهابات المزمنه، لما بتبدا تنتشر وتضعف الانسجه. علشان توقف شغلها لازم تسد كل المنافذ اللي بتخش منها بايه، بحاجات شبهها، نفس التركيبه، نفس السن اللي بيمسك مع الكالون بيقفل له الكالون خالص. زي ما تيجي تخش البيت تلاقي حد حاطط مفتاح من جوه مش عارف تفتح، مستحيل تعرف تخش، يبقى خلاص غير اما تخش تلاقي المفتاح لف وتخش جوه بقى تعمل اللي انت عايزه. انما قفلت له الكالون من بره
مش عارف اخش البيت خالص. دايما الجديد معاك بيبقى ممتع. الله يخليك. فنورتني وشرفتني وخطوه عزيزه. الله يخليك. المبدع دائما الاستاذ الدكتور ايمن عنب كان دائما مبدعا في حواره في واحده من اهم المواضيع الحاليه. العالم كله اصبح يتحدث عن ما يسمى بالتقنيات الحديثه في التعامل مع المشاكل الطبيه العضليه وايضا المشاكل الطبيه الوتريه والالتهابيه. الالتهاب هو بعبع العالم الآن، العالم العادي والعالم الرياضي، الاثنين دول مرعوبين دلوقتي من الالتهابات. خليكم دايما مع الدكتور. اهلا بكم. التجميل ببريقه وجماله ورونقه الخاص جدا في واحده من اهم حلقاتنا على الاطلاق واكثرها علما واكثرها بريقا. التجميل في الوجه مهم جدا. عملوا حاجه لطيفه جدا، موقع من المواقع المهمه في عالم المتابعه للتجميل والشكل الجمالي، عمل تصرف انا اعتقد انه مش علمي لكن له اتراكشن، له جاذبيه معينه عند الناس اللي تابعته. بداوا يعملوا فوتنج، بداوا يعملوا تصويت على من الاجمل في العالم في اي شيء. فبداوا يجمعوا لقوا انه شعر شاكيرا هو الاجمل في كل شعور، وانه جبين جينيفر انستون هو الاكثر جاذبيه، وذقن ميغان فوكس اجمل دقن في العالم، والحاجب او الحواجب بتاعت كيت ميدلتون ده اجمل حواجب في العالم، والعينين بتاعت ميلا كونيس اجمل عينين في العالم، وانف بتاع ميرندا كير وده اجمل انف، والشفتين والخدود بتوع انجلينا جولي طبعا هما اجمل شفايف وخدود. طبعا لما نتجمع جمعوا ده كله على بعض ادى وش انساني. طبعا الكلام ده برضو عليه رد علمي مهم جدا. هل شفايف، انا شايف ان التجميعة دي ادت وش واحدة مش حلوة، يعني في الاخر انا مش شايف ان دي حلوة قوي. الست البنت اللي احنا شايفينها دي كويسة معقولة، بس مش هي اجمل واحدة في العالم ولا احلى واحدة في العالم. وده له معنى مهم جدا، انه لو اتجمعت الاجمل هو الاجمل بالنسبة للانسان نفسه. الشفايف دي حلوه والجبين ده الخد ده حلو عشان على وش انجلينا جولي، على وش كيت ميدلتون، لكن لو احنا خدناهم وجمعناهم او حطيناهم على وش تاني مش هيطلع الاحلى. عشان كده التجميل مش ان انا اعمل حاجه شبه فلان او شبه علانه. التجميل هو نعمل حاجه اللي تصلح لك انت، اللي تنفعك انت. ده النهارده محور مهم جدا اكيد في حوارنا في الوجه ودقة التعامل مع الوجه والتعامل مع مشاكل الوجه. وطبعا شد الوجه واحد من الجراحات المهمة جدا اللي نتعرض ليها النهاردة. النهاردة يوم مهم جدا لأنه ضيف مهم جدا، قيمة علمية
وجراحية هامة للغاية، واحد من السوبر ستارز عالم جراحة تجميل، ليس على مستوى المصري فقط ولكن على المستوى الإقليمي، بل اسم عالمي مميز للغاية، ويجمع بين صفتين صعبين جدا: أولا المهارة الجراحية المتفوقة، ثانيا الأداء الأكاديمي الرائع للغاية اللي بيتميز به. الأكاديمية تعني الالتزام المطلق بالعلم، الالتزام المطلق بالحرفية الكتاب، هذا هو المعنى المهم جدا. واحد من البارعين وطبعا الصديق والأخ العزيز، ويعني كما أقول دائما واحد من أيقونات عالم التجميل في العالم العربي، ضيف العزيز الأستاذ دكتور حسام أبو عطا. في واحدة من أهم حلقاتنا على الإطلاق، وأكثرها علما وأكثرها برقة، في حاجة في علم جراحة التجميل سواء للوجه أو الجسم اسمها مقاييس الجمال. ما هو البوتوكس؟ كيف يقيم؟ يرجع الوش شكله طبيعي. أنا متحيز جدا 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 للطب في مصر. الحمد لله إن جراحة شد الوش مفيش حد مش محترف يجرؤ يقرب لها. الأستاذ الدكتور حسام أبو العطا، أستاذ جراحات التجميل طب عين شمس، زميل جامعة باريس فرنسا، مدير مستشفى الجميلة. ضيف العزيز الأستاذ دكتور حسام أبو العطا، أهلا بك يا دكتور حسام. أهلا بحضرتك وأهلا بالمشاهدين، وحشوني بقى كتير ما طلعتش حضرتك، ويعني أنا سعيد بالحلقة دي جدا. ده أنا اللي سعيد جدا أولا بأنك أنت النهاردة بتشرفنا وبتدينا من وقتك الثمين. لكن خلينا نبدأ الأول بالوجه، هل هناك مقاييس لجمال الوجه؟ طيب فعلا تسمح لي أعلق على المقدمة الرائعة؟ الله يخليك. طيب أنا بعد المقدمة دي خلاص، أنت قلت المحتوى العلمي بتاع الحلقة، أنا هروح بقى خلاص، لأن أنت فعلا أوجزت. القصة دي دايما إحنا بنقولها للمرضى، تيجي تقولي أنا عايزة مناخير فلانة، أنا عايزة شفايف فلانة، دايما بقول لها إيه؟ اختاري مناخير حلوة، تخيليها كده، هنشيل المناخير الحلوة دي نحطها على وش حضرتك مش هتطلع كويسة. لو اعتبرت إن مناخيري أنا شكلها كويس، لو أنا جيت حطيتها على وش حضرتك مش هتبقى متناسقة. في حاجة في علم جراحة التجميل سواء للوجه أو الجسم اسمها مقاييس الجمال نفسها. طيب الجزء اللي انت علقت عليه في الاول ان انا بهتم بالناحية الاكاديمية، بحكم ان انا استاذ في الجامعة، فقبل ما هبتدي الموضوع اسمح لي ادي نبذة عن تاريخ شد الوش، جراحات شد الوش. يمكن الكلام ده العينين ما يعرفوهوش. اول مريضة عملت جراحة شد الوجه مريضة كانت المانية اسمها اوجين هولاندرز، عملها جراح بولندي قعد يتحايل عليها شهور لدرجة انه دفع لها فلوس علشان يعمل لها العملية بتاعت جراحة شد الوجه. كان اول مرة يجربوا شد الوجه. فضل الموضوع يتطور في امريكا 1901 اتعملت اول عملية شد وجه من الجراح البولندي ده. تزامن معاه الفترة دي الامريكان طبعا يعني ممتازين في الجزء ده، كان جراح اسمه ميلر. ميلر ده ابتدى يعمل نفس التكنيكس اللي كان بيعملها الجراح البولندي، وكانت التكنيكس دي بتعتمد كلها من سنة 1901 لحد 1960 على شد الجلد فقط. هو ده اللي كان متاح في التركيب التشريحي اللي الناس عارفاه في الستين سنة دول، ان هو كل اللي عارفه عن التهدل لما يحصل تهدل ان انا اشد الجلد. لحد ما جه جراح فرنسي اسمه بول تيسيه سنة 1960، هو اللي شرح التركيب التشريحي بتاع عضلات الوجه وازاي بيحصل الترهلات وايه اللي نعمله في شد الوش عشان نتجنب قصة الجلد. جراح الفرنسي دون اللي هو بول تيسيه كان معاه راجل اسمه دانيال مارشاك. دانيال مارشاك ده انا بدين له بكل شيء. ده اللي هو الاب الروحي بتاعه. دانيال مارشاك ده انا سافرت له في 2006 قعدت شغال معاه فتره. وده كان معظم المرضى اللي كان بيعملهم ملوك رؤساء فنانين اجانب العالميين. الاسم الكلون الاشهر في الوقت ده. كان هو الاشهر. ربنا يرحمه، مات من 3 سنين حاجه زي كده. دانيال مارشاك ده احنا واحنا نواب واحنا صغيرين لما كنا نتفرج على شد الوش مع اساتذتنا
ويقول لك داخل نعمل شد وش، وطبعا كان الريت بتاعها قليل جدا يعني ممكن حالة في الشهر تيجي للأستاذ ده عشان تتعمل، وتلاقيه متنشن وخايف على العصب والعنة، تقوله العصب السابع. أي حد في الشارع حد دلوقتي تقوله شد الوش يقولك العصب السابع، الشعب الناس العادية يقولك العصب السابع. وكنا فعلا وإحنا بنساعدهم وإحنا صغيرين ونتفرج عليهم وهم شغالين، تلاقيه يعني الجو كله متوتر وماسك الأنسجة وقلقان وهقرب من العصب مش هقرب من العصب، لحد ما سافرت للراجل ده ولقيته بيشتغل شد الوش أكنه بيعزف بيانو. لدرجة أنا استغربت، يا ربي هم الناس دي ما عندهاش عصب في وشها ليه؟ هو ماله شغال بسلاسة كده داخل ما بين نسيج لنسيج لنسيج، عمال يسلك ويشد ويعمل يعني أكنه بيعزف سيمفونية بالظبط. فالحمد لله أنا كان يعني الفضل بعد ربنا أن أنا اتعلمت من الراجل ده التكنيكس بتاعت جراحات شد الوجه. طيب سمعتها جراحة شد الوش من العمليات اللي نتائجها ممتازة، بس سمعتها وحشة. ليه سمعتها وحشة؟ سمعتها وحشة نتيجة للستين سنة اللي كانوا بيشتغلوا فيها يشدوا جلد فقط، فانت الجلد هتشده مرة اتنين التالتة مش هيستحمل، هيديك المريضة هتفقد تعبيرات وشها. لما درسنا بقى التركيب التشريحي وفهمنا ان العجز مش من الجلد، العجز ده بيجي من العضلات، تعرف الوش فيه حوالي 28 عضلة. احنا زمان في الكلية لو تفتكر ايمن كنا بندرس ان الوش عبارة عن جلد تحتيه حاجة اسمها سبكوتينيوس تيشو. سبكوتينيوس تيشو ده بقى اكتشفنا ان في حاجات كتير جدا، في حاجات اسمها عضلات 28 عضلة وفي حاجة اسمها اربطة. انا عندي العضلة كده، عندي الجلد كده، وفي اربطة ما بينهم ماسكة الجلد ده علشان ايه ما يوقعش، اللي هي الدعامات. اللي بيحصل ايه يعني ليه الوش، ليه الوش ده سؤال مهم، هو ليه الوش بيعجز، ليه بيحصل ايجينج، يعني ايه السبب؟ السبب عوامل كتير. نمرة واحد وراثيا، في ناس وراثيا تلاقي البنت شبه مامتها، الحته دي بتعجز الاول عند مامتها هتلاقي بتعجز عندها، الحواجب بتعجز، الجفون، الكلام ده هتلاقي ده جزء وراثي. جزء تاني انفايرومنتال، البيئه نفسها المحيطه، انا بتعرض لشمس ما بتعرضش لشمس، الناس اللي بتحب تقعد تعمل تان دول بيعجزوا بدري خلي بالك. بناكل اكل صحي ولا لا، بنلعب رياضه، في ستريس ولا لا، بندخن ما بندخنش، بنشرب ميه كتير، اللايف ستايل بتاعتنا عموما هي اللي بتاثر ان يحصل الايدجنج ده. هيحصل ازاي الايدجنج او تحصل ازاي عمليه العجز دي؟ هتحصل ان الاربطه اللي ماسكه العضله بالجلد بتفقد المرونه بتاعتها، حاجه اسمها الاستيك فايبر اللي ماسكاها اللي شداها. الاربطه دي بتفقد لو انا ما بتغذاش كويس، لو انا بتخن وبخس، والاسباب الكتير اللي انا قلتها، يبتدي الجلد يتهدل. يبقى المشكله ما حصلتش عندي في الجلد، الجلد ما حصلوش حاجه، المشكله حصلت فين؟ حصلت في الاربطه اللي ماسكه الجلد وفي العضله اللي تحتيها. يبقى انا زمان لما كنت افتح اشد الجلد بس انا ما عالجتش السبب، فضل الاربطه اللي تحته وفضلت العضله زي ما هي، تيجي العينه بعد سنه بالظبط او اقل من سنه تلاقي رجعت تاني التجاعيد بتاعتها، تقوم رايحه شده ترجع تاني تشد، الجراح ما كانش عنده الا التول دي يشتغل عليها. الحاجه الثانيه، احنا السمعه السيئه خدناها منين برضو عشان يعني الناس تبقى فاهمه؟ عندنا فنانات كتير حلوين من الجيل القديم شفناهم، الجيل بتاع الستينات والسبعينات، شفناهم لما عملوا جراحات شد الوش شكلهم ما بقاش في اواخر الثمانينات واوائل التسعينات، شكلهم سنة 90 بالظبط شكلهم ما كانش حلو. تمام، ليه؟ لان كانوا بيشدوا جلد بس، زائد ان ما كانش في حاجه اسمها بوتوكس، مفيش حاجه اسمها فيلر، مفيش حاجه اسمها ليزر، مفيش حاجه اسمها بلازما، مفيش اي تكنولوجي كان طلع في جراحه التجميل ياخر فكره عمليه شد الوش. ما هي التجاعيد بتبتدي امتى؟ على اواخر الثلاثينات. طب هي ممثله عايزه وشها يفضل مشدود هتعمل ايه؟ هتروح لجراح التجميل، جراح التجميل ما عندوش حاجه في ايده يعملها غير انه يشد الجلد. حاليا احنا عندنا ايه؟ قبل ما ابتدي لها بشد الوش لا انا هعمل لها بوتوكس وفيلر وليزر وبلازما وي هعمل لها حاجات كتير هتاخر سن شد الوش. نيجي في شد الوش نتبع التكنيكس الجديده، نبتدي نشتغل على العضلات مش الجلد. زمان لما كنا نشد جلد نشيل مثلا 10 سنتي، لما اجي اشد عضلات دلوقتي اشيل من الجلد 2 سنتي او 3 سنتي ويرجع الوش شكله طبيعي. واهم حاجه دايما بنركز عليها في جراحات التجميل ان المريضه لما بنبقى عاملها جراحه تجميل مستحيل لو جات للجراح يعرف انه عاملها ايه،
انا مش بتكلم على الاشخاص عاديين، انا مش بتكلم على صاحبتها. هي صاحبتها المفروض تلاقيها حلوت. انا بقول لك الجراح ما يبقاش عارف الست دي عملت ايه. لازم النتيجه تبان طبيعيه، سواء في جراحات شد الوجه، في الجفون، في الانف، في الجسم، لازم يبان ناتشرال. الفنيات ايه والسن ايه؟ لانه في ناس كتير عندها احتياج لكن سنها لسه مش كبير. طيب دول بنبتدي اللي سنهم مش كبير، يعني بلاش نبتدي معاهم بشد الوش على طول، لان زي ما قلت حضرتك عندنا البوتوكس نقدر نعالج بيه التجاعيد اللي موجوده في التلت الاعلى من الوجه، عندنا الفيلر نقدر نعالج منه الجزء الاوسط من الوجه، عندنا الليزر بيعمل شويه سكين تايتنينج كويسين او يشد الجلد شويه في فتره الثلاثينات والاربعينات. انما ان احنا نعمل شد وش في السن الصغير ده مش ايه. التقنيات ايه الفنيات في العمليه دي؟ التقنيات في العمليه بتبتدي نمره واحد، واهم حاجه اختيار المريض نفسه. الجلد الرفيع غير الجلد التخين، الجلد الرفيع نتائجه أحلى من الجلد التخين، تمام؟ نوع التهدل اللي عندها وإنك تقعد مع المريضة وتشرح لها هنستفيد من التكنيك ده في المنطقة دي بنسبة 100%، في دي ب90%، في دي ب50%، حسب الديفو اللي عندها، لازم تشرح للمريضة. علشان الإكسبكتيشن، في حاجة مهمة جدا اسمها بيشنت إكسبكتيشن، توقعات المريض. المريضة ما تجيش تبقى عايز تعمل عملية ومتخيله ان هي يعني هتتحول لحاجه تانية. الكلام ده مش مظبوط. حضرتك لما نعملك العمليه انت هترجعي 20 سنه ورا. لو انت 20 سنه ورا كنت حلوه فانت هترجعي حلوه. ما تتخيليش لو واحده متوسطه الجمال او قليله الجمال لما تعمل شد الوش هي مش تبقى جميله، هي هترجع بالسن لورا. تاني حاجه الجرح اللي باين معانا على الشاشه. اختيار الجرح، هتحط الجرح فين؟ نقطة مهمة جدا ان الجرح بتاع شد الوش ما يبانش. الجرح بيتحط في التنايات بتاعة الاذن نفسها علشان بعد الجراحة ما يبانش. المشكلة التانية في جراحة شد الوش الجزء الارنبة بتاعة الاذن. الارنبة بتاعة الاذن من ضمن العلامات ان العانة دي عاملة، وده غلط في التكنيك بتاع الجراحة، انها تبقى لازقة في الجلد. دي عيب بنشوفه بعد جراحة شد وش غير محترفة، الاقي المنطقة بتاعت الارنبة لازقة في الجلد. نيجي بعد كده جوه العملية نفسها، لما بترفع الجلد انت عندك الطبقة اللي هي بتاعت ما تحت الجلد اللي هي الاسماس اللي هي بتحتوي على العضلات والاربطة. هي الطبقة دي الشغل كله، كل شد الوش التكنيس، كل الادفانس وكل كل التقنيات اللي طلعت في جراحات الشد الوجه كلها طلعت للطبقة دي. هشد العضلة ازاي؟ الفيكتور بتاع الشد او اتجاه الشد ايه؟ هو الوش لما بيقع انا بشده كده ولا بشده كده؟ لا، في حاجات بشدها كده وفي حاجات برفعها كده لفوق. فكل دي تقنيات او 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 تكنيكس مهمة جدا الجراح لازم يبقى مدرب عليها علشان يعرف يعملها ويطلع النتيجة للعيادة عايزاها وهو عايزها. قبل ما ندخل على الجزء الثاني، ايه الخلطات اللي ممكن يعملها حد مش محترف او اهمل في تركيزه في العملية فتطلع ان العملية نتيجتها مش كويسة؟ طيب الحمد لله ان جراحة شد الوش مفيش حد مش محترف يجرؤ يقرب لها. في جراحات في التجميل لو المريضة راحت لدكتور جراح تجميل وهو ما بيعرفش يعملها هو مش هيقرب منها، لان هي ما فيهاش ما بيعرفش، هو يا بيعرف يعملها ويعملها كويس يا ما بيعرفش، والا الدنيا هتبقى مش مظبوطه. منها دي منها الانف يعني. تاني برضو تخصص الجلديه والتجميل برضو ما لهمش في الجراحه يعني، فطبعا هو مش هيعمل لها عمليه، هو كل اللي في ايده التولز اللي معاه ان هو يعمل بوتوكس وفيلر وليزر والكلام ده، لكن مش هيخش يعمل عمليه. فثق تماما ان ما فيش حد هيمد ايده يعمل شد وش إلا إذا كان بيعرف يعمل شد وش، وإلا مش هيكلم المريض عليه أو هيقول لها المضاعفات بتاعته عشان يخوفها. يبقى دي مش موجودة. مش موجودة. حلو قوي. ننتقل بقى إلى الأساليب غير الجراحية، إحنا اللي هي واحدة لسه مش محتاجة شد، فهنلجأ إلى البوتوكس. ما هو البوتوكس؟ كيف يقيم؟ كيف يعمل؟ ما هي مناطق عمله دلوقتي؟ طيب البوتوكس هو انا بعتبره من احسن الاختراعات او الادويه اللي حصلت في القرن العشرين والواحد والعشرين. البوتوكس هو علاج سحري لتجاعيد التلت الاعلى. ال11 لما كشر يبان 11، ارفع حواجبي لفوق الخطوط اللي بالعرض، لما اضحك تبان الخطوط اللي حوالين العين، زائد البوزيشن او المكان بتاع الحاجب نفسه. هو بيعمل اربع حاجات بطريقة ممتازة. تمام؟ يفرد الجبهة تماما، يفتح المنطقة اللي هنا. البوتوكس هو دواء تأثيره بيبان تقريبا بعد اسبوع ل10 ايام، وبيقعد شغال مع المريضة من لو راجل
ثلاث شهور كبيره، لو سيده من 4 لـ 6 ما بيقعدش اطول من كده. ايه الفنيات اللي في البوتوكس؟ اختيار مكان العضله. انا لسه بقول لك الوش فيه كام عضله؟ 28. هنا مشكله البوتوكس بقى في ايه؟ مشكله البوتوكس ان هو لو اتحقن في عضله غلط، اوحش حاجه بنشوفها ايه؟ ان العينه جفنها وحواجبها يقع، صلاة توزيس مشكله سقوط الجفن، يعني تبقى جايه تحقن قبل فرح بنتها ولا ابنها، واخد بالك، وبعدين ايه تاخد في مكان غلط فتقوم عينيها تهدر الفرح وهي تلغي الفرح قرصان الفرح القرصان الرهيب. فهي في اماكن معينه بنحقن فيها بوحدات معينه، برضو الوحده ما ينفعش يعني الجرعه بتاعت الدواء نفسها لازم تبقى محدده، يبقى مكان الحقن والجرعه بتاعه الدواء زائد الاحتياطات اللي بقولها للمريضه بعد البوتوكس، اللي هي في شويه احتياطات كده لازم تاخد بالها منها لمده 4 ساعات بعد البوتوكس. عظيم. البوتوكس بقى يشتغل في اماكن جديده مش متعرف عليها. كويس. البوتوكس بيستخدموه حاليا او بيسوق له ان انا هستخدمه في الرقبه. كويس. استخدامه في الرقبه قليل جدا 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 جدا. لان مشكله الرقبه، ودي برضو هنتكلم عليها، التهدد اللي بيحصل في الرقبه، انا مشكلتي في الرقبه ايه؟ هل هي جلد ولا هل هي عضلات ولا هي في العظم بتاع الفك ولا هل هي في الغده التحت اللعابيه اللي هي بتاعه تحت الفك؟ الكلام ده برضو اللي هيحدده الجراح، مش اي عينه داخله تقول لي دكتور رقبتي مترهله او محقنها بوتوكس وفيلر. انت لازم تشوف هو ايه الباثولوجي عشان تعالجه، ايه السبب، ايه اللي حصل للمريضه دي. مش اي عين داخل خد بوتوكس. يعني في ناس بتستفيد من البوتوكس في الرقبه اللي هي جلدها كويس عضلاتها كويسة لكن في شوية خطوط رفيعة في الرقبة، فدول يستفيدوا. الحاجة التانية اللي بنستخدم فيها البوتوكس هي السموكرز لاين، خطوط التدخين. خطوط التدخين في ستات بيبقى عندهم بتبقى ستات عندهم، فدي بنحقن فيها جرعات قليلة برضو من البوتوكس، بتفرد المنطقة بتاعة الشفايف فوق وتحت، زائد طبعا استخداماته في التعرق. التعرق الايد والابط بيتاخد رائع ممتاز جدا جدا. الفيلر ماذا حدث وجعل الفيلر ينقلب من مجرد مالي الى شيء رائع جدا؟ ماشي. الفيلر قفزه كبيره. الفيلر من الاختيارات الممتازه امام جراح التجميل في علاج التجاعيد الثابته. التجاعيد الثابته اشهر حاجه لاستخدام الفيلر الخطين اللي هم النيزو ليبيال او خطوط رفيعه في الوجه او لملء الشفايف. في الاستخدامات دي هو رائع وممتاز. ممكن استخدمه ان انا احقنه في الخدود، لكن انا افضل في الخدود الحل البديل بتاعها الاحسن هو حقن الدهون. ده لا يعلى عليه. هل هناك يعني تقنيات حديثه مع الفيلر ولا ما زالت هي تقنيات التقنيات كلها ليها علاقه بالتكنولوجي بتاع الشركات في طريقه تصنيعه؟ طريقه الفيلر عباره عن ماده اسمها هيالورونيك اسيد، ده مكون من مكونات الجسم الطبيعيه، ماده سكريه. الماده دي لما بتتحقن في الجلد بتمص ميه، بعد شويه الميه دي بتدوب السكر الموجود، فعشان كده بتروح. وده الفيلر الطبيعي، ارجوكم ما تستخدموش فيلر صناعي، ارجوكم ما تستخدموش فيلر صناعي، لازم يكون فيلر طبيعي. الشركات بتعمل ايه؟ بتعمل حاجه اسمها كروس لينكينج، بتخلي الجزيئات بتاعه الماده بتاعه الهيرونيك اسيد دي متماسكه ببعض اكتر، وهو ده اللي بيميز منتج عن التاني ان هو يقعد فتره اطول في الجسم. الفيلر ما هي الاخطاء التي قد يرتكبها البعض غير ان نحقن صناعي؟ غير ان احنا نحقن صناعي، التكنيكس نفسه، يعني ان انت لما تيجي تحقن هنا تعلم تبقى بارز، ما تحقنش في الليفل المظبوط، ما هو انت ليها ليفل معين، هو انت هتحقنها في انهي طبقه من طبقات الجلد. لو حقنتها تحت خالص الفيلر ضاع وضاعت على العين الحقنه وما جابتش نتيجه. لو حقنتها سطحي قوي هي علمت وفضلت معلمه معاها 6 شهور لحد ما يختفي الفيلر، فلازم تتحقن في المكان المظبوط بتاعها. الدهون ليه بتحبوها دلوقتي قوي؟ طيب الدهون دي برضو من الاختراعات في التجميل اللي اثرت جراحة التجميل، اللي اكتشفها دكتور امريكاني اسمه سيدني كولمان في التسعينات. الراجل لسه عايش لحد دلوقتي. حقن الدهون اخر لنا السن بتاع شد الوش، لان انت عندك في مشكلة لما بعجز، انا لما بعجز بيحصل حاجتين، الجلد والعضلات بيقعوا، وفي حاجة تانية مهمة ان الوش بيفضى، فقد جزء من الفوليوم بتاعه. طب انت لو شديت واحده رفيعه
هتعمل ايه في الفوليوم؟ هتعوض الفوليوم ازاي؟ يبقى تعوض الفوليوم بحقن الدهون. فاذا في حاجات ما بنفعش فيها الا حقن الدهون. زائد ان حقن الدهون امن، بتعيش الخلايا الدهنيه، بتعيش الخلايا الدهنيه ما بتقعدش فتره وتموت. اتحقنت الخلايا الدهنيه في الوجه او في الهانش او في الايد او في اي منطقه، لو التكنيك كويس والخلايا عاشت بتفضل موجوده مع حضرتك، تتخني بتتخن معاكي، بتخسي بتخس معاكي. فالدهون بنستخدمها في الجروح، ندبات بتاعت الوجه، بنستخدمها في النضاره، دهون بنسميها انترنال ميك اب. الخلايا الدهنيه على الجدار بتاعها مستقبلات هرمون الانوثه الاستروجين. فلما تحين تحت الجلد تخلي الوش بيلمع وفي نضاره مستمره. هي يعني معناها زينه داخليه، زينه داخلي. مش مكياج خارجي، هو مكياج داخلي. رائع جدا جدا. طب عايز اروح ل حته مهمه قوي وهي الجفون، بما ان احنا شفناها الجفون من العمليات اللي بنقول عليها عمليات المليمتر، صح؟ مظبوط. مظبوط. عايز دقه. طيب الجفون، عندي جفون علويه وجفون سفليه. الناس نتكلم على الجفون العلويه الاول. الناس اول حاجه لما بيحس ان هو جفونه العلويه فيها جلد زياده، هو مش واخد باله ان المشكله مش في الجفن العلوي. المشكله في الحاجب، الحاجب وقع من مكانه مش الجلد زاد. الجلد عندك لسه ما زادش، انت ما وصلش لسن 70 80 عشان الجلد يزيد. اللي بيحصل ان الحاجب بيقع، وهو ده الناس مش واخده بالها منه. طيب لما الحاجب بيقع بيديني حاجه اسمها تايرد لوك او ايجينج لوك. لو انت بصيت عليا، انا الحمد لله لسه حواجبي ماسكه وما حقنتش بوتوكس، ما عملش حاجه. لو انا نزلت ده لتحت كده 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 هيبان كده، هيبان ان انا كبرت في السن وشكلي تعبان. وهو دي الشكوى اللي يجي يقول لك، كل ما حد يبص لي يقول لي هو انت شكلك تعبان ليه؟ انا مش تعبان، انا كويس، بس الحاجب وقع قفل على العين. اذا هنا انا مش هعالج الجفن العلوي، انا هعالج الحاجب، هرجع الحاجب مكانه بعمليه اسمها شد جبهه بالمنظار، هنتكلم عليها. الجفن العلوي عاده لو في شويه جلد بيبقى فيه ملي 2 ملي زياده بنشيلهم مع جزء صغير من دهون الداخليه. نيجي بقى للجفون السفليه. اشتغلها لان هي تكنيكلي صعبه وناس قليله اللي متخصصين فيها بيعرفوا يعملوها بمهاره. مليمترات. كان دايما الله يرحمه دانيال مرشاك يقول لي لما كنا نعمل الجفون السفليه دي وهو بيقص الجلد، يوم ايه هو سي مثلا قاس 2 ملي عايز يقيسهم، يوم قاصص ملي ونص، اقول له ليه ما بتقصش ده؟ كان دايما ليه مشهوره يقول لي ليس از بيتر ذان مور. لو المريضه بقت ساتسفايد او مبسوطه بنسبه 85 90% احسن ما احاول ارضيها 100% وتطلع مشكلة. وتطلع الهيلينج بقى، ما هو احنا بعد ما بنقص ونخيط في حاجه اسمها الهيلينج بروسيس او عمليه الاستشفاء. كل جسم بيختلف عن التئام، كل جسم بيختلف عن الجسم الثاني. ممكن وهي بتلتئم الجلد يقلب لتحت. طيب ايه هو البيبي فات؟ ده موضوع مهم جدا. إيه البيبي فات؟ الاطفال الصغيرين مش بتلاقيهم تشابي كده؟ دول تخان من هنا كده ونقعد نمسكهم كده ونلعب فيهم. عندنا ناس برضو كده. الحته دي اسمها باكل باد اوف فات. باكل باد اوف فات المفروض كل ما بنكبر كل ما حجمها بيقل. عند بعض الناس ما بتقلش وبتدي التدويره بتاعه الوش، تحس ان هو تخين من هنا. لو انا عايز الوش مسحوب، طب هعمل ايه عشان ابقى مسحوب؟ احقن شويه دهون فوق هنا، ماشي، بس ستيل لو انا حقنت دهون هنا وده عالي برضو خلى الوش مش مظبوط، مفيش فيه السحبه. اذا هنا انا لازم اشيل اللي بنسميها البيبي فات او البكل باد اوف فات. ودي عمليه سهله زي ما احنا شايفين، تعمل ببنج موضعي، المريضه صاحيه اللي قدامنا دي، فتحه صغيره بمخدر موضعي اهي. بعد ما افتح الفتحه دي هتلاقي وادوس عليها هتلاقي الدهون طلعت. الكوره الصفراء الحلوه الجميله دي، العمليه ما بتستغرقش 3 دقائق في كل ناحيه.
والوش يتسحب بدل ما تقعد تعمل ميك اب عشان تعمل السحبه دي ما هي بتصعب ترسم صعب يتعمل السحبه في الوش المنتفخ. خلي بالك العمليه دي تبدو سهله لكن انت عارف هنا انا معدي على ايه؟ على العصب السابع. معدي على العصب السابع بالظبط. العصب السابع الباكل بدو فدي تحت العصب السابع تقريبا. ده بس عمليه اول عمليه جميله ودي يعني ممتاز. واول بص اول ما بفتح الفتحه وادوس يطلع الاصفر ده ببقى مبسوط يعني ديك احساس خلاص يعني انت وصلت للهدف بتاعك. وهو كتله واحده متصله هو كتله واحده هي كوره كوره زي ما احنا شايفينها كده وتخلص العمليه تمام في دقايق وتتخيط الجزء مكان الفتحه اللي في الجام دي او في اللا دي بناخد غرزه واحده كده خلاص. والنتيجه بتاعت العمليه دي بتبان ايميديت يعني لما الورم يعني يختفي في خلال اسبوع 10 ايام بيبان النتيجه على طول ان شاء الله. على ناحيتين بنفس الدرجه بنفس الدرجه طبعا ما فيش اي فرصه ان ناحيه تبقى اعلى من ناحيه. تمام. في اي سن تعمل؟ بداية من الثلاثينات بتبقى اللي بيحبوا يعملوا سحبة الوش دي من الثلاثينات بنعملها يعني مش مرتبطة بالعجز دي لان دي ما لهاش علاقة بالعجز او الترهلات خالص دي علاقة برسمة الوش. احنا عاملين يعني عاملين دايرة على الجزء اللي لازم يرجع لجوه صح كده؟ ايوه بنرسمها من بره كده وهي ليها مكان لاند مارك معينة من جوه اللي بفتح عليها علشان تطلع على طول. وادي أيوة. الجزء الفاتح قلت لي الفاتح عايز اوريك صوره قبل ما نمشي النهارده واسمع تعليقك عليها. تعال نشوف الصوره الاولى اللي منتشره وناس كتير بتؤمن بيها في صور في دماغ الناس يعني وعلى الفيسبوك والسوشيال ميديا كتير. شوف الصوره الاولانيه كده صوره يعني لطيفه خالص وظريفه ديت للانف تبص تلاقي يقول لك ايه تصغير الانف بالجهاز. انا بس دايما هم ايه الجماعه اللي هم خبراء التجميل اللي بيطلعوا والافاقين والناس بتوع الكريمات والحاجات دي كلها بعدوا عن الانف والله لان الانف فعلا ما فيش حاجه بتصلحها غير الجراحه. بس ما سمعتش عن حد جالك قال لك انا جبت جهاز وبحاول اصغر. هو انا سمعت عن الجهاز بتاع تكبير الثدي وتكبير المؤخره وتصغير ورفع والانف ده انا بصراحه ده اول مره اشوفه ده حاجه كوميديا خالص. ده اوفر كوميديا بس للاسف في ناس بتصدق في ناس للاسف احنا دورنا ان هم يعني نعلمهم علشان ما يقعوش فريسه يعني. انت النهارده اسعدتنا وشرفتنا ووجودك معنا اسراء كبير جدا للدكتور اسراء كبير جدا للثقافه المصريه في عالم التجميل. حوار مع واحد من اصحاب المقام الرفيع والطراز الاول ده شيء يسعدني جدا جدا ويعود بي بذكريات ويحسسني ان السنين مرت بسرعه شديده جدا. 12 سنه مروا على اول لقاء يا معنا في الشكل التنويري لعالم التجميل لكن ما شاء الله يعني زي ما انت بعد ان شاء الله الله بيض. نورتنا دكتور. شكرا الصديق والزميل العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور حسام بلاطه استاذ جراحات التجميل بكليه الطب جامعه عين شمس وزميل جامعه باريس من فرنسا ومدير المستشفى الجميله هذا الصرح الرائع جدا كان ضيفي في واحده من ارقى الحلقات واكثرها علما وتنوعا في الدكتور. خليكم مع الدكتور. أهلا بكم في واحدة من أهم حلقاتنا العلمية التي تبحث دائما عن الوعي والثقافة. الأورام اللي فيه موضوع مهم جدا جدا والحقيقة الورم اللي فيه أهميته انتشاره ومدى تأثيره ومدى جهل الكثيرين بمدى تأثيره. الستات بطبيعتهم خوافين والستات بطبيعتهم عندهم دائما ده طبيعة كل ستة في مصر وخارج مصر بس خلينا نتكلم اقليميا. اقول لكم دايما ان التوقع الاسوأ هو الموجود. فكرة الناس عن كلمة ورم فكرة مخيفة طبعا رغم ان كلمة ورم ليفي هي بطبيعة الحال ورم حميد لكن السؤال اللي وراها على طول يقلب يا باشا يبقى خبيث. ده من ضمن الاسئلة العلمية المهمة جدا ولا ينفك كل مؤتمر انه يؤكد على اشياء خاصة بمصاحبة بعض الاورام الخبيثة للاورام اللي فيها. دايما اقول انا إن الأورام اللي فيها مخادعة لأنها أورام تمتلك المكان. يعني إيه كلمة ورم يمتلك مكان؟ يعني أقدر أجي هنا وأعمل أعراض وأجي هنا وأعمل أعراض تانية. هنا نقدر نقول عليها هو ده خبث التصرف. ما نقولش كلمة خبث هنا عشان برضو الناس تربطها دايما بالخبيثة.
لانه الورم الليفي لو جه داخل تجويف الرحم له اعراض، واعراضه بتبقى واضحه جدا، من وجود نزيف، من وجود صعوبه في العلاقه الجنسيه والم اثناء العلاقه الجنسيه، من وجود مشاكل واضطرابات في الدوره الشهريه، ده نتيجه ارتباط الورم الليفي بمكانه. برضو في عامل تاني مهم جدا بيلعب دور، الحجم. يا جماعه الورم الليفي له دور مهم جدا، حيث ان حجمه بيختلف من ورم الى ورم اخر. ممكن جدا الحجم يبقى صغير فتلاقي الاعراض قليله، ممكن الحجم يكبر فتلاقي الاعراض بقت تبقى كبيره. كمان غير النزيف ممكن جدا يحصل اضطرابات في الدوره الشهريه، وممكن تلاقي غير اضطرابات الدوره الشهريه بقى الام بحسب الموقع. تلاقي الورم الليفي بره الرحم فضاغط على القولون، فالست ما تروحش للدكتور نساء اساسا في اعراضها، هتروح لاساتذه البطنه واساتذه الجهاز الهضمي، تقول لهم انا بشتكي من امساك مزمن، بشتكي من مشاكل اثناء التبول لانه ممكن جدا الورم يبقى قريب من المثانه، بشتكي من مشاكل اثناء التبرز، بشتكي من الام اثناء الجماع. فتروح بقى لتخصص تاني اسمه تخصص سكسولوجي، وتخصص من تخصصات النساء والتوليد، اللي هو تخصص يعني ممكن تكون الحاله نفسيه، ممكن تكون امطه جماع، ممكن الست هنا ترتبك. غير بقى الاجهاض المتكرر المصاحب لبعض الاورام اللي فيه. هنا بقى السؤال مهم قوي، ليه الستات في مصر بتتاخر في التعامل مع الاورام اللي فيه، رغم ان مصر فيها خيره اساتذه النساء والتوليد على مستوى العالم العربي في كل الجامعات وفي كل الاخراجات المصريه في كل حته، يعني من اسكندريه لاسوان فيه، من شرقيه قاهره غربيه فيه. ليه الست بتتاخر؟ هو ده سؤال. هل احنا عندنا ثقافه التدخل المباشر في التعامل مع الاورام اللي فيها ولا لا؟ ده سؤال. هل في حاجات كتيره في مجتمعنا بدات تخلي الاورام اللي فيها تصل لمرحله توحش ويبقى عددها كبير اكبر حتى من الموجود في الكتب الطبيه، يعني بنزيد عن الموجود في الاحصاءات الدوليه؟ وطبعا مفيش حاجه موجوده في كتب طبيه خاصه بالعدد، لكن انا قصدي يعني ايه، يقول لك ايه اخر مره شفنا ورم ليفي كان 40 50 60 ورم ليفي مش عارف في ست فين. طب احنا عندنا في اكتر من كده، ده مش ده معناها ان الست بدات تهمل، ما بتروحش تكشف، ما بتعملش كشف دوري، ما بتسمحش بالتدخل الطبي المبكر لانقاذها. هو ده هدفنا النهارده، هدفنا ان احنا نزيد الوعي. احنا النهارده جايين عشان نزود الوعي عند الستات ونقول لهم لو ما بداوش يكشفوا بدري وما بداوش يلحقوا نفسهم بدري في ورم ليفي قد كده، ممكن المساله تقلب لمجموعه من الاورام اللي فيها كبيره تستدعي استئصال الرحم. الكلمه اللي بتخوف ستات برضو كتير، رغم انها انفيتابل احيانا، او ما نقدرش يعني زي ما بيقولوا الطريق الوحيد. الحوار اليوم مثير للغايه، مش هيكون حوار اقليمي بس، حوار اقليمي عالمي هتستعدوا بيه جدا في مختلف التخصصات. النهارده هيكون في كونسلت كبير جدا، بس طبعا اسمحوا لي ان انا ارحب بضيفي العزيز الخيمه العلميه المتميزه والاسم الكبير استاذنا الاستاذ الدكتور سيد الاخرس. اهلا بيك يا استاذ دكتور ايمن، منورنا يا فندم. الله يخليك، حقيقه سعدنا بهذه الزياره الرائعه، وزي ما انت قلت لي واحنا بنعد في الحلقه دي بقى لنا يومين وسهرنا وعزمتني على العشاء طبعا. كان اكل حلو قوي. انا فضحي طبعا قوي كالعاده يعني. يعني قعدنا واحنا كنا بناكل وبنشتغل على الحلقه دي حقيقه. قلت لي احنا عايزين نوعي الناس، لان احنا مش عايزين نشوف ناس في عندها مشكله متاخره في الامر اللي فيه. وانت عملت مقدمه فعلا صادقه، بس تعالى نقول احنا مش النهارده جايين عشان نزود الوعي. احنا اوريدي بالفعل كانت هدفنا الاساسي من اول اطلاله برنامج الدكتور على القاهرة والناس هو زيادة الوعي، وباستمرار وفي كل حلقة بكل قوة وبكل حزم، ومستمرين في الطرح ومصدقين نفسنا ومصدقين رسالتنا. ليه؟ لأن أحيانا الفهم السطحي للأشياء بيخلينا ناخد قرارات زيها. يعني إحنا لما بنتكلم وبنقول الأورام اللي فيا، طول عمرها الأورام اللي فيا ما هي موجودة، وطول عمر الأورام اللي فيا ما فيها الألغاز البسيطة والألغاز السهلة والألغاز اللي غير إلى الآن لم تحل ولم وإلى الآن معقدة. بمعنى لما احنا عارفين والناس كتير والسيدات عارفين إن الأورام اللي فيها هو ورم حميد بيجي في فترة اللي هو الفترة ما بين البلوغ وما بين انقطاع الدورة، فترة الشايلد بيرنج، فترة الخصوبة أعلاها على الإطلاق. لما نعرف
ان عندي 50 سنه، من 45 ل 50 سنه 70% من السيدات بيظهر عندهم اورام لفاي، 70% من السيدات عندهم اورام لفاي، و80% يعني 8 من 10، يعني كل 10 سيدات ماشيين 8 منهم من ذوات البشره السمراء عندهم اورام لفاي، عندهم اورام لفاي بشكل او باخر، عندهم اورام لفاي صغيره او كبيره، عندهم اورام لفاي اشتكوا منها او لم يشتكوا منها. لما نعرف ان 50% من السيدات دول لا يشعرن ابدا باي مشكله ما، لا عندهم نزيف ولا عندهم بريشر سيمتومز، مفيش اعراض للضغط الخارجي زي ما تفضلت في البدايه وقلت ان في مشاكل في المثانه البوليه وتكرار البول، او في الام في الجنبين نتيجه الضغط على الحالبين ومشاكل في الكلى، او في امساك نتيجه ان بيحصل انكارسريشن المايوما او تتزنق جوه في الحوض فتضغط على المستقيم فيحصل نوع من الامساك، او يحصل فلوتنس يبقى في انتفاخ نتيجه برضو ان حركه الامعاء محدوده بالورم وتضخمه. طيب ولا في نزيف معانا الحاله عندنا في البطن تيجي تخش في الديفرنشال دايجنوزز، خش في افتكرها احنا نفتكر كانسر، ولما تكون المريضه يعني لازم يبقى في ارتباط مباشر ما بين الامراض دي وبعضها. احنا بنفتح اجساد المراه سواء عن طريق منظار او فتح بطن فنفاجئ ان في اورام لفيه معاها بطانه رحم المهاجره، هل بالصدفه؟ او بطانه رحم مهاجره معاها اورام لفيه، هل بالصدفه؟ الثنائي الشرير، الثنائي الشرير، هل بالصدفه؟ والثنائي ليه اتعملت دراسه؟ اتنين بيتاخروا الانجاب، طبعا اتنين بيتاخروا الانجاب، اتنين عندهم الام. ليه لما اتعملت دراسه لثلاثه جروبز موجوده، الناس اللي كانت شكوتهم الاساسيه اورام لفاي، والناس اللي كانت شكوتهم اساسيه بطانه رحم مهاجره، والناس اللي شكوتهم اساسيه ما كانش كده رايحين يعملوا استراليزيشن، يعملوا ربط انابيب، رايحين يعملوا مش بيخلف تعقيم لنفسه، فتلاقي ان اكتر من 25% 25.8 من 10% من الناس اللي عندهم اورام لفايه عندهم بطانه رحم مهاجره، والناس اللي عندهم شكوى اساسيه الام وبطانه رحم مهاجره وتشوكليت سيست تصل الى 19.6 من 10 عندهم اورام لفايه مش متشخصه. مش متشخصه يعني ممكن تكون صغيره وبيديكل، وممكن تبقى احيانا الام ار اي او الرنين او السونار ما يجيبهاش، ما يجيبهاش، وخصوصا لما يكون بنات عشان ما بنعمل ترانس فاجينال او سونار مهبالي، مش هنعمل لهم سونار مهبالي. طب ليه لقينا بقى اللي ما اشتكوش خالص باورام لفايه ولا بطانه رحم مهاجره لقينا ان موجودين؟ يعملوا تعقيب لنفسهم 5.5% 5.5% من الناس اللي ما بيشتكوش خالص فوجئنا ان في اجسادهم في بطانه رحم مهاجره، ويصل الى 10% ل 12% عندهم اورام لفايه بشكل او باخر ما بيشتكوش. مش ده يزود عندنا الوعي ان المشكله قائمه وموجوده؟ طب ايه ده، هي ظهرت عند البنات دي ليه في سن بدري؟ ده احنا بنقول الاورام اللي فيها تبدا من 20 سنه، من 25 سنه، وتزيد قوي من 30 ل 40 سنه. لكن بعض المراهقات عندهم بطانه، عندهم زي ما بطانه رحم مهاجره عندهم اورام لفايه، وان كان عددهم قليل لكن يوجد اورام لفايه. نتيجه ايه؟ بعض الدراسات بتؤكد لو كل ما يكون فيه بداية الدورة مبكرا ففي فرصة لبطانة رحم مهاجرة، بداية الدورة مبكرا ففي فرصة ان يحصل ميوتيشن في الجينات ووظيفتها ويحصل سيل بولارفريشن ويبدأ الأورام اللي فيها تظهر. كان الميوتيشن هو تحور في الجين، وبولارفريشن هو ان الخلايا تبدا يحصل لها نمو غير مبالغ فيه، مش مطلوب. ايه اللي بيخلي كده؟ وايه اللي بيخلي لما الدوره تتاخر في انقطاعها، يعني سن الدوره ما بقطعش بدري، كان بقت وصلت المراه عند 50 سنه ولسه دوره شغاله، فتلاقي هي عرضه اكتر لاورام اللفايه، هي عرضه اكتر لبطانه الرحم المهاجره. طيب ونيجي برضو نقول وليه البنات اللي اتأخروا في الجواز عندهم أورام لفاية كبيرة ومتعددة وكثيفة عن غيرهم؟ هل النال بارتي يعني لما يكون واحدة اتجوزت متأخر أو ما خلفتش، اتجوزت وما خلفتش، يعني الرحم بيعوض نفسه؟ كلام بسيط، كأنه بيعوض نفسه من الحملة فيعمل أورام لفاية، مش لاقي حاجة شالها فبيشيل أورام لفاية. كلام أدبي أكتر من كلام بقى. ولكن لما تيجي تشوف بالحقيقة أن المرأة اللي اتأخرت في الإنجاب أو البنت اللي اتأخرت في الجواز فهي عرضة أكتر لأنوفيليشن سايكل كتير جدا
دورات من التبويض متكرره موجوده فيطلع استروجين كتير، فالاستروجين يبقى في جسدها كتير فيحصل نوع من الثساره للخلايا العضليه الموجوده، فيحصل تحور في الخلايا العضليه فتتحول بشكل او باخر انها تستجيب اكتر، فيحصل اورام لفيه متعدده تبقى موجوده. ده احد الاسباب. فده يعلمنا ايه؟ ان البنات من بدري تبدا يبقى فيه روتين للدوري للمتابعه الدوريه عشان اكتشاف كتير جدا من الاورام من مبكر. وده يجرنا لسؤال اكتر، طب افرض اكتشفنا، هنتعامل مع الاورام من بدري ازاي؟ بتدخل جراحي؟ يعني خصوبه البنت تبقى في شكل او باخر؟ طب بنت تتجوز وعندها جرح وممكن حد يقول لها قبل كده كان الجرح بتاع ايه؟ شلت ورم ليفي فكأن البعد بقى فيه اجتماعي كمان؟ بس تعالى لما نيجي نتكلم ونقول، لما نيجي ناخد القرار لاستئصال اورام او استئصال رحم وانت على يقين وبينه انه هو ده المخرج الوحيد والاساسي والعلمي والمنطقي والمؤكد للتعامل مع مثل هذا المرض، لكن هو كل الناس زي بعضها حتى على المستوى النفسي؟ يعني لما تتعالج مع مريضة أصلا عندها اضطراب نفسي قبل العملية وعندها مشاكل واستعداد للاضطرابات النفسية والقلق، وعملية استئصال ورم ليفي أو استئصال رحم لوحده مدعاه يكون انكزايتي وديبريشن أكتر وعندها ستريس أكتر وبتخش بجد، عشان كده اتعملت دراسات ما بين استئصال الأرحام وبين الديبريشن بوست هيستريكتومي ديبريشن، اكتئاب ما بعد استئصال الرحم. لازم يبقى عندك وعي مطلق لكل تفاصيل الحياة والبيئة والهرمونات والكيمياء وتأثيرها المباشر في جسد المرأة اللي انت بقيت مسؤول عن جزء من حياتها ومسؤول عن صحتها في جزء جايلك فيه، بتعمل معك عقد شراكة وانتوا قاعدين عشان تشوف الخطط المختلفة لاتخاذ القرار انك تعالج المريضة دي. هتعالجها بايه؟ بأدوية؟ هتعالجها بايه؟ بجراحة؟ ايه نوع الجراحة؟ هتعالجها في حاجات تانية؟ المريضة دي تختار لها ليه العلاج ده وتعمل مثلا يوترين ارتري امبولازيشن وتعمل سد شريانية للدورة الدموية اللي هنتعرض عليها النهاردة ان شاء الله في حلقتنا. ليه؟ وبعض الناس لأ. وليه لما نعمل بعض الحالات اللي زي كده لو كانت بتدور على خلفة ما ينفعهاش؟ ليه ما ينفعهاش؟ اصل هرمون الـ AMH هيقل. هو ايه هرمون الام اتش اللي بيقول ان ده المخزون الاستراتيجي للتبويض؟ طب هيقل ليه مع السده الشريانيه للورم الليفي؟ لانه هو بيأثر على الدوره الدمويه للرحل المبيض، ولما يأثر بالدوره الدمويه للرحل المبيض فبالتاكيد مخزون المبيض بيحصل له نوع من الاضمحلال، وبالتالي تلاقي تلتهم بدا يحصل لهم مشكله وتلتهم ممكن يحصل دوره تتوقف تماما نتيجه ان المبيض حصل له كانك عملته سكيميا، كانك قطعت الدوره الدمويه الموجوده. وهل في طرق تانية مختلفه؟ اه صبحه مبيضيه بقى، مش مبيضيه اسكيميا للمبيض. خلينا وهل 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 يبقى ده كان محتاج ان احنا يكون نعيد الطرح على الاورام اللي فيا ونعيد الوعي والفهم لكل تفصيل كلمه اورام اللي فيا وان مختلفه. كان في القاعده الفقهيه يقول ايه؟ القارين بالمقارن يقرن. لما تيجي تكون عاوز تقارن حد اسمه ايمن مع حد اسمه ايمن في نفس السن في نفس الوظيفه في نفس اللياقه البدنيه الجسديه النفسيه وفي الاخر تشوف المخرج ما بينهم ايه عشان تقول ايه ايمن ده احسن من ايمن ده، ما تجيبش اتنين مختلفين، ما تجيبش حتى اتنين مرضى عندهم ورم ليفي صاب ميوكس زي ورم ليفي انترا ميورال وتقول دي رجعت ودي ما رجعتش. ليه ورم ليفي داخل الرحم غير ورم ليفي خارج الرحم؟ ده حتى مستقبلات اكتشفنا ان مستقبلات الاستروجين والبروجسترون موجوده على الورم الليفي اللي داخل تجويف الرحم بيبقى اكتر كتير جدا 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 من الورم الليفي اللي موجود في عضله الرحم والورم الليفي اللي موجود على سطح الرحم، لان المستقبلات هنا اكتر عشان كده فرصه النزيف اكتر. ايه علاقه الاورام اللي فيا بتاخر الانجاب؟ ده واحده عاوزه تخلف، ليه المرضى بيبقى هنا عندهم استعداد ان يتاخر الانجاب؟ هل ميكانيكال اوبستراكشن بالضغط على الانابيب يعني يتقفل الانبوبه نتيجه الضغط اللي موجود هنا في التجويف؟ ده واحد. دي الحته اللي احنا رايحين لها دي مهمه قوي. ليه؟ طبعا لان الست تقول لك ايه، مش في اصل في بقى الست في الحاجات دي بيبقوا دمهم خفيف قوي قوي، وانا بشوف ناس كتير بتتكلم معايا في الحاجات دي تقول لي طب انا عندي دلوقتي ورم ليفي، طب ما نجرب يعني ان هي تحاول تبقى حامل من خلال الحمل. طيب ماشي، ما ينفعش. هو ما ينفعش ليه؟ ده سؤال. تقول واحده ثانيه دمها خفيف تقول لك هو مش في توأم بيتولد؟ طب اعتبر الورم الليفي ده توأم والتاني ده توأم. بيحصل على فكره
اللي دمها خفيف دي اللي دمها خفيف دي بيحصل وكتير جدا من الدكاتره على مستوى العالم عارفين ان مريضه بتبقى واخد القرار ليها انك تشيل الورم او الرحم جايلك حامل في وجود الرحم اللي فيه ورم ويستمل الحمل سواء كان الورم هنا بقى يعني ليس عندنا اي اندهاش ان احنا عارفين ان الورم اللي فيه الساب ميوكس وحتى لو كان صغير وكان ملي ولا قصدي سنتي او اكتر ياثر بشكل او باخر مباشر على فرصه وجود الحمل داخل الرحم نتيجه ميكانيكال اوبستراكشن نتيجه ان هو بيقلل الدوله الدمويه اللي موجوده اللي بطنه الرحم وبالتالي الامبلانتيشن او غماز الاجنه يقل نتيجه ان هو بيعوق الدوره الدمويه اللي موجوده رحل الجنين نتيجه ان المشيمه ممكن تبقى موجوده فيه فالدوره الدمويه تقل فالبيبي يقل في حجمه نتيجه ان هو بيعمل التهاب موجود في بطنه الرحم وبالتالي يقلل فرصه الانغماس ده موجود ولكن عندنا حالات حملت والورم اللي في داخل بطنه الرحم ما بنتكلمش على اللي عدى استثناء بنتكلم على القواعد بس حالات بتبقى بنتكلم على القواعد عندنا ناس وعدوا بالورم اللي في اللي موجود انتراميورال وبقى موجود الرحم وتمدد وقدر يشيل البيبي لكن احنا عندنا القواعد بتقول ان الورم اللي في الموجود في عضله الرحم طول ما هو 2 3 سم ما يعملوش حاجه ملوش تاثير مباشر على تاخر الانجام لكن لو كبر وعدى 5 سم وبدا يحصل ان هو يغير شكل الرحم فبالتاكيد بقى ليه بشكل مباشر وشكل غير مباشر لتاثير بعض الكيماويات اللي ممكن تطلع وتاثر على اندوميتر ريسبتيفيتي واستقبال الاجنه في بطنه الرحم ما بقتش مضيافه نتيجه الكيميكالز اللي بتطلع كمان من الاورام اللي فيها نقف عند الحته دي بس انا اقول حته قبل انا هسيبك تقولها بس الحته الاخيره دي احيانا عشان لا ننخدع ان احيانا يبقى موجود ورم ليه في سبسيرس واحنا كلنا عارفين سبسيرس بمعنى خارج جدار الرحم من بره على قشرته كده تحت القشره احيانا نبص نقول ايه ده سبسيرس بالسونار او بالام ار اي ملوش تاثير طبعا ملوش تاثير مباشر بس خلي بالك انه ملوش تاثير مباشر لكن لو هو ممكن يكون منغمس زي ما هنشوف حالات النهارده موجود بالالتصاقات نتيجه ان اول حاجه حصل له التهاب والبيديكل بتاعه ادي واحد ان هو زي ما قلنا ان في حوالي اكتر من 25% من الناس اللي عندهم اورام لفي عندهم بطنه رحم مهاجره وهنشوف النهارده حالات فيها الاثنين موجودين وهم مستقلين خلي بالك الورم لما جه مع المرض مش مرتبطين ببعضهم عشان السورس واحد ده الدراسات بتؤكد ان احيانا يبقوا مرتبطين ارتباط والا لو كان كل الاورام اللي فيها يبقى عندها بطنه رحم مهاجره يبقى كل التكيسات المبيدين عندهم اورام اللي فيها لا هنا اندبندنت يعني مستقل بيكبر لوحده وفق منظومه خاصه ليه هو والورم اللي فيه يطلع لوحده وفق منظومه خاصه علميه بيه هو ده اللي هنناقشه النهارده وهنتكلم فيه بس اشرح حته كده الدكتور سيد قالها عشان دي مهمه قوي واضح ان الورم اللي فيه كمان فكره الحجم فيه مهمه جدا جدا احنا قلنا انه لغايه 5 سم لغايه 2 3 سم ماشي 5 سم فما فوق 5 سم انتراميورال في عضله الرحم لابد من التدخل تدخل فيه والتخلص منه لما يكون الشكوى بنتكلم عن انفيرتيليتي وتاخر الحمل تاخر الحمل لانه هنا بيأثر هذا الحجم على ما يسمى بضيافه الرحم طبعا قدره الرحم على الضيافه قدره الرحم على انه يستقبل جنين داخل هذا التجويف هتقل عندما يكون الحجم كبير ليه هل هو حرامي يعني ورم ليفي حرام بيسرق الدم هل الورم الليفي عنده قدره افراز مواد معينه تقدر تؤثر على بطنه الرحم او بيحصل لوكال التهابي لوكال التهابيشن لوكال انفلاميشن لكن لوكال التهابيشن لوكال التهابيشن داخل جدار لكن هنا بقى لما احنا كلنا في اجتماع مطلق على كل الاطباء على العالم ان الساب سيرس الورم الليفي اللي بقى تحت فوق سطح الرحم ملوش اي تاثير على الخصوبه باي شكل او باخر ولكن بالوعي انه ممكن ده يكون لينا مدخل ان في هنا بطنه رحم مهاجره تاني لو كان في الام زي ما هنشوف الحاله بتاعت النهارده نيولي مارد بقى لها 5 شهور متجوزه وعندها بس ورم ليفي تخيل بالالم الرهيب في الجماع لان وضع الورم لو كان الورم موجود في جوه في تجويف الرحم هيبقى الشكوى الاساسيه نزيف او تاخر انجاب لو كان موجود في عنق الرحم الشكوى الاساسيه الم في الجماع الشكوى الأساسية ألم في الجماع لو كان موجود خلف الرحم الشكوى الأساسية برضو إمساك وألم في الجماع لو كان موجود برضو أسفل الرحم هيكون برضو في ألم على الحالبين وألم في الكليتين نتيجة إن بيحصل هيدرو النيفروزس وهيدرو هيدريوريترز يعني بيحصل خناقة المبيض خناقة اليوريترز والحالبين لو كان بعد يحصل فيه هو نفسه سكيميا وألم
وبدأ يحصل فيه تحورات وتغيرات، فيحصل فيه ألم فيه هو، فيبقى ألم موجود سواء كانت قبل الحمل أو أثناء الحمل، يعني ممكن تحمل ويحصل حاجة اسمها ريد جنريشن وتآكل أحمر موجود داخل، ويمكن أحيانا والنوادر أن احنا نضطر نستأصل الورم أثناء الحمل نتيجة الألم الرهيب، ورغم من الأول مسكنات، يبقى هنا هنزود الوعي، هنا بنشد الانتباه، هنا ما نتعاملش مع الأورام اللي فيها بهزار، ونتعامل معها بجدية. وكل أم عندها قبل كده مشكلة في الأورام اللي فيها سمها نسبة النهاردة، والأم بتقول لي وإحنا شغالين ممكن يا دكتور يكون أنا سبب لبنتي إن عندها ورم ليفي، ليه؟ أنا كان عندي 2.5% أو 2.5 فولد سوري، مرتين ونص مضاعف إن يحصل أورام ليفية في أجساد البنات اللي أمها كانت عندها أورام ليفية قبل كده. هو ده مش مرض بينتقل يا جماعة، عشان محدش يقول إيه أنا وراسة. مسؤول ده وراسة، محدش أم مش الأم مسؤولة، مسؤولة مش هتخلفي لا، وغير كده وانت كنت برضو جاية من جدة عندها ورم ليفي، هو جين موجود في العيلة. كنا ساعات نعمل مداعبة نقول كان زمان الناس بيورثوا أطيان وأملاك، النهاردة بيورثوا أمراض. فتعالى نقول كمان إزاي لما يبقى عندنا المدخل الرئيب ده ونبقى فاهمين قوي، يبقى انا بالتالي وانا بتابع بنتي من مبكرا، لان هتلاقي كمان في مشاكل. في دي تقول لي انا كان بنتي وعندها سنتين بيحصل لها نزيف مهبلي، وهذا كان ليه علاقه لما كان انا عندي مشكله قبل كده وعندي اورام ليفيه؟ هل في ارتباط ان الام يكون عندها استروجينيزم عالي او هايبر استروجينيميا موجوده وممكن تورث بعض المرض عالي في الدم في بعض الحالات اللي هنشوفها النوادر جدا لبنات صغيره جدا عندهم امراض او عندهم سنتين، لا في حاجه اسمها عندهم اليوكساك تيومر وحاجه اسمها اكسترا جونادل تيومر موجوده، اورام تبقى موجوده عندهم السن سنتين في الرحم، او ممكن تكون في المبيضين، او ممكن تتشال المبيضين وما في السن الصغير. هنشد الانتباه ونوعي، لان احنا موجودين داخل الحلقات المرتبطه ببعضها، وكل منا المفروض يوعي الاخر ان في مشكله قائمه وتكون ولما ما تكون مسؤول المسؤوليه عليك اكبر. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. تعالوا نشوف رحلتنا النهارده، هنشوف رحلتنا النهاردة. بس طلب الطب اللي بيذاكروا الأورام اللي فيها النهاردة استفادوا استفادة رهيبة من محاضرة مهمة جدا، وأعتقد أن أنتوا حفظتوا كلام مثير جدا ومهم. مستوى العلمي كان عالي في أوقات كتير، عذرونا، بس كان لازم يوصل لهذا المستوى، لأن احنا مش هدفنا بس الحوار مع المجتمع غير الطبي، هدفنا كمان الحوار مع المجتمع الطبي. النهاردة عندنا قصة طويلة، القصة مش هقول لكم تفاصيلها عشان أشوقكم ليها، لكن القصة أنا بقول لكم النهاردة دي أهم حلقة في الجمعة في تاريخ البرنامج حتى الآن، أهمهم وأكثرهم تعبا وإعدادا. احنا قعدنا نشتغل على الحلقة دي 3 أيام لغاية الساعة 1 بالليل، منهم يوم اتعشيت على الناس. هنبدأ الحلقة بالعملية. العملية في آخر استئصال رحم، بس استئصال رحم كمان عملية فنية، وإحنا عندنا النهاردة نتيجة هذا الاستئصال عندنا مجموعة كبيرة من الأورام اللي فيه. أنتوا هتشوفوا شكل الرحم هو بيطلع ساعة لما بيطلع من بطن الأم، وهتتخيلوا كيف عاشت هذه المرأة برحم وصل في حجمه إلى أنه ضغط على الجهاز الهضمي كله، وصل لغاية جزء عالي جدا من دخل. ارتفع لفوق ورفع كل الجهاز الهضمي، هتشوفه دلوقتي عشان الرؤية خير من ألف كلام. تعالوا نشوف مع بعض. هنا بداية العملية، اتفضل يا فندم. مريضة عندها 47 سنة لم يسبق لها الإنجاب، حملت مرة واحدة وأجهضت، متجوزة بقالها 15 سنة، عارفة إن عندها أورام ليفية متعددة، خايفة تواجه المشكلة زي كتير جدا من السيدات عندهم وتقال لها إن لازم تستأصل الأورام، لكن لازم تمضي كونسنت ان تقصر الرحم، فده بيخليها في كل مرة تتقاعس وتبعد انها ما تواجهش المصير، وبالتالي بدأ الأورام تكبر وتتضخم. عملنا الام ار اي اول كشف، وبعدين عملنا السونار وعملنا الرنين، واكتشفنا ان في عدة أورام ليفية موجودة. لغاية هنا حالة تقليدية تماما، قررنا ان احنا هنستأصل الرحم.
بدأنا فعلا في استئصال الرحم. الرحم كان فيه شوية التصاقات في وفي يعني حواليه، بدأنا بنعمل شكل تقليدي تماما للابراتوري. عملنا هنا استئصال رحم عن طريق فتح البطن، ما عملناش عن طريق المنظار نتيجة التضخم الرهيب جدا، وكمان هي فصيلة دمها نادرة وما كناش عايزين يبقى فيه فرصة أو عرضة للنزيف، لأن احنا ممكن نقدر نستأصل الرحم بمنتهى البساطة واليسرى عن طريق المنظار. ولكن كان القرار هنا لما بنقول لما بكون في تعدد الأورام اللي فيها وأحجامها كان فتح البطن من البداية عشان ما نفقدش أي جزء من الدم، وخصوصا لما هنشوف إن احنا كمان الورم اللي فيه هو طالع لوحده، في فقدان للدم لوحده، ان بيبقى فيه الهيموجلوبين بيبدا يقل. يعني احنا لما نيجي نفحص نعمل يعني صوره دم ونفاجئ ان كان هيموجلوبيننا 11 وبعد العمليه هيموجلوبيننا بقى وصل 9، فقدنا 2 جرام بدون ان احنا اثناء العمليه فقدنا هذا الكم من الدم. كانك في 2 لتر دم في الدوره الدمويه لسه محبوسه داخل الرحم وداخل الاورام اللي فيها المتعدده دي. استأصلنا الرحم، أنا عندها قناعة تامة بعد ما ادينا بعض الأدوية إنها تقلل حجم الرحم عشان يبقى فيه فرصة إن نصلح الأنيميا اللي موجودة لمدة 6 شهور. كنا احنا بنجهز يا جماعة هو الرحم دي بدأنا حتى دي جزء من الأورام اللي فيها موجودة، كانت موجودة في البرود ليجامنت، وبدأنا كمان برود ليجامنت هو الرابط المستعرض للأورام. إلى الآن هي خطوات متكررة لكل الحالات اللي بيستأصل فيها الأرحام في جميع المستشفيات، عملية عادية. لغاية هذه اللحظة هي عملية عادية، وبعد كده لو نسرع شوية يعني هي يعني نسرع شوية لغاية لما نيجي نستأصل الرحم، نستأصل بقى الخلاص في آخر لحظة حجمه كبير طبعا. وبعدين باين جدا انه واحنا بنستأصله لانه فيه كعبيب وكعب هنا بدأ. خلينا بقى نرجع لكده شد انتباهنا كده ان احنا ده ورم طلع حجم وزنه كان 9.5 كيلو اقل من اورام طلعناها قبل كده بكتير. الرحم شكله في عدة أورام لفية متكررة. إلى الآن برضو ليس هناك مدعاء وإن ممكن كان يطلع الورم ده ونبعته على طول للتحليل الباثولوجي ونعرف إن دي أورام لفية. الرحم وزنه 9.5 كيلو. 9.5 كيلو بالعام. وشوف النزيف اللي حاصل. إحنا أثناء كل العمليات نمشي دي سريعا جدا عشان نخش في الحادث. بنقفل خلاص. بعد ما بنقفل كان طبعا في إديمة وارتشاح ونتيجة طبعا الورم اللي كان ضاغط. لما هنا نرجع مع بعض، لما هنا بنيجي نستأصل الرحم لو بتشتغل شغل تقليدي انت استأصلت الرحم وعملت العملية وهتشوف العملية اللي بعديها ودمتم. لو بتستأصل رحم وراء منظومة علمية أخرى انك عاوز تعرف كمان بقى الرحم ده او رقم واحد ليه التعدد الاورام اللي فيه الموجودة شكلها فين وسن الست صغير سن الست 47 لا مش صغير هي شكلها صغير يعني ليه طب هل الاورام اللي فيها كلها حميدية هل ممكن شكل منهم يكون حصل فيه كالسيفيكيشن او ديجنريشن وان اللي موجود وليه عن غيره وهل ليه الست دي واحنا بنشتغل ما كانش عندي اي توقع ان يطلع هذا الكم الرهيب من الاعداد اللي موجودة داخل رحم واحد. احنا تقليديين في كل عملياتنا واحنا عرضناها مع الدكتور ايمن عرضنا كتير جدا لازم نطلع من كل عملية نشرح ما بعد العملية بفتح. احيانا الورم يتحول الى كالسيوم ننشر بالمنشار، احيانا بطانه الرحم المهاجره تبقى موجوده في التغدد وتغدد رحمي نفتحه عشان نشوف فنكتشف لانفسنا. الماكروسكوبيك ديسكشن اللي بنشوفه قبل ما يبقى مايكروسكوبيك قبل ما يوصل للبحث العلمي والهيستوباثولوجي عشان في الاخر هو ايه الدراسات اللي هنستفيد من ان احنا نشيل الرحم ونشرحه ونطلع منه الاورام المتعدده. هل يهمنا العدد ده؟ دي سطحيه الحوار. لكن لما يكون في عدد دي سطحيه الحوار يعني ما يهمناش ما خالص احنا يهمنا حاجات تانية. ولكن أنا بس عايز أكد على ولكن لما يتوقفك ان عدد غير مسبوق هنا في ايه ليه الرحم هنا طلع العدد الرهيب ده؟ العيله دي فيها ايه وليه فيها اذا كنت اصلا في كل دوريات الطب لم تقرا ان في عدد زي ده قبل كده مش المفروض نتوقف عند الحاله دي علميا ونبحثها ولا تعدي مرور الكرام؟ لما يكون عندك فاكت علمي حقيقة علمية وانت اصلا من دورك انك بتبحث جاهدا انك تربط الاشياء ببعضها
الذكاء العلمي انك تربط الاشياء ببعضها عشان في الاخر خالص تطلع بتوصيات ليك والاخرين والمرضاك اللي جايين ياخدوا بالهم من ايه، هنفيد بعض المرضى الاخرين ازاي، ازاي اذا كان في نشر علمي للحاله اللي زي كده. ليه ان دايما في كل دوريات الطب وكل المؤتمرات العلميه لازم يطلع بتتكلم على ابستراكت جديد، مدخل جديد على ورم ليفي هو اريد موجود، لقيت ان الورم الليفي بارازيتك والطفيلي موجود في حته مش متوقعه، او لقيت والمريضه ما اتعملتلهاش عمليه قبل كده. في سؤال مهم عايز اساله فضل. يعني لو انا عندي مثلا عدد من الاورام اللي فيا لقيته كتير في وسط الحلوين دول من الاورام اللي فيا، وانا بدور كده وببحث وببدا بقى افرقهم عن بعض وابدا ارصهم زي ما هنشوف دلوقتي، مش وانا بدور في الباثولوجي او في فحص الانسجه ممكن الاقي ورم خبيث؟ هو ده الهدف، مش ممكن ان احنا نلاقي، ممكن وممكن نعمل دلالات اورام برضه ونعمل لو الاورام اللي فيا يعني كلمه محال انها تتحول الى اورام سرطانيه، لكن بعض الحالات تقول لك 0.2 ممكن يتحول ورم اللي في بعض الكتب كده او ان ممكن يكون معاه مش لازم أسوشيشن. يكون وده اللي كان الجدل العلمي اللي موجود لما كانت الاورام بتسلسل عن طريق المفرمه الكهربائيه، وبدا يحصل بعض انتشار الاورام معموله وفي امريكا وموجوده ومعمول لها كل التقنيه الاشعاع واشعاع واشعاعات ومسحه وفي الاخر طلع حميد، وفي الاخر خلاص اثناء المفرمه تطلع لايوميساركوما تبدا تنتشر موجوده، وبالتالي ده يعني المجتمع يحرك المجتمع العلمي المجتمع لها طلع نيجاتيف ده في عالم الاورام وبدات تتحرك. عشان كده حتى لما تيجي تتعامل مع بطانه رحم مهاجره وكيس شوكليت باين انه شوكليت طبيعي تماما، لازم تطلعه في باج عشان في الاخر ممكن تلاقيه ان هو كانسر سيرفيس سيل كارسينوما، تلاقي انه بدا يحصل عنده في كانسر او معاه كانسر، خلايا سرطانيه تبقى موجوده. يبقى كمان انت بتتعامل بحذر، ما ينفعش نطلع وخلص العمليه. العمليه لسه ما خلصتش، العمليه لسه عمق، وهنشوف النهارده العمليه دي وغيرها ازاي بيبقى ليها عمق وعمق في الجذور ونتحول الى ايه. العمق هنا جاي من التخصصات المساعده او التخصصات اللي بتشكل المكمله اللي بتشكل تيم ورك. احنا النهارده بنرسي حاجه مهمه جدا كمان لشباب الاطباء وللمجتمع الطبي اللي بيتفرج عليها. عمل الدكتور سيد خلاص استأصل الرحم 100 فول و14، ادي رحم استأصلنا، العمليه نجحت بالمقاييس الطبيه، يلا روح خدنا اتعبنا تمام التمام مبروك يا ستي، انت بقيتي كويسه مفيش انيميا، انت تمام التمام، باي باي، نشوفك كل فتره عشان نعمل لك اسسمنت لمستوى الاستروجين. ده لو طب تقليدي، ده طب تقليدي، لكن لو كنت عاوز تبقى سنتر اوف اكسلنسي، لو عاوز تبقى مركز متميز ولو لازم يبقى ليك ثلاث حاجات: عملياتك، نشر العمليات، بحث علمي، ويكون في تريننج في تدريب. نورتنا وشرفتنا، ويلا نقوم نتغدى. يلا نقوم نتغدى. نورت الدكتور خليك دايما معانا.